مساء الخير طلابنا الأعزاء، مساء الخير أطبائنا الأعزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا مرتاحين. أكيد يعني خلص شهر رمضان راح يبلش العيد، وأيامكم سعيدة مقدما. أتمنى لكم كل التوفيق بالأيام الجاية إن شاء الله. كموضوع لازم نحكي بيه قبل ما نبلش المحاضرة، تعرفون إحنا النصائح صار حتى النصائح صارت إلكترونية، بس ماكو مشكلة. أولاً أريدكم كل ما يصير عندكم مجال تقرون شوية من مادة الفصل الأول، ترى يعني حسب مقررات الأولية مع الوزارة إنه راح يتم يصير إنه عندكم امتحان بمادة الفصل الأول مبدئيا ورا العيد. يمتى ما نعرف لحد الآن، ما واضحة، بشهر السادس ممكن، بدايته بنصه، الآلية شلون كل شيء ما نعرف، بس لازم تكونون مستعدين لها. أريد أن أنوه لكم على فد نقطة كلش مهمة، هاي النقطة تقول إنه هالسنة صار اعتمادنا الكلي على المادة النظرية وليس العملي. يعني السنوات السابقة كانت أكو شيء اسمه مادة عملية نعتمد عليها تساعد الدرجة ترفعها، اللي يشتغل، اللي يثابر، اللي يروح، اللي يجي الكويز، على سيمينار، على حضور، على كلينيك، على whatever. يعني هسه صار كل شيء ماكو، يعني فصارت الشغلة كلش مركزة على المادة النظرية. ترى هالكويز ترجع أسويها، تركوزات محسوبة شوية. أنا يعني زعلانة من عندكم لأنه قاعد أشوف الأجوبة يعني فوتوكوبي. أنا ما قاعد أقول فوتوكوبي من المحاضرة، أنا قاعد أقول فوتوكوبي واحد من الثاني. هذا الشيء أنا ما قاعد يعجبني، كلش ما قاعد يعجبني، وما أكون راضي على الموضوع. تراني أعرف اللي جاي يجاوب من ذاته، واللي قاعد يقرأ واللي ما قاعد يقرأ. فرجاءً رجاءً أتمنى، أريد من عندكم طلب كلش صغير، يعني مو شرط تحفظون المحاضرة، بس اطلاعكم على المحاضرة بس، أو اطلاعكم على الشرح اللي أشرحها. وأتخيل أحاول إنه أغطي المادة كلها، أغطيها كلها كاملة في سبيل إنه تتوضح لكم المادة، تطلعون عليها على ما تعرفون تجاوبون. وترى يعني أني ما قاعد أحاسب على الكلمة والإملاء والعبارة والمعرفشين، أني قاعد أخذ الفكرة وقاعد أخليها درجة عليها. فأرجو من عندكم يعني كل واحد يجاوب من ذاته، ما يتدخل ويا زميلة أو زميلته أو يصير اتصالات بيناتكم رجاء. هاي نقطة كلش مهمة، الأمانة مهمة والفائدة لكم وليس لأحد. الدرجة تروح تجي وما لها قيمة، بس الأمانة العلمية والفائدة العلمية راح تستفادون من عندها، أنتوا راح تتضرون إذا حضراتكم ما ساعدتوني ولا حضراتكم قريتوا وما استفادتوا. كلش مهم أؤكد إنه الامتحانات نظرية يعني اعتمادنا راح يكون عليها بالدرجة. فرجاء رجاء، يعني تعرفون من يصير امتحان نظري معناها يعني أي مساعدة أي درجة ما أقدر لا أزيد ولا أنقص، كل شيء ما أقدر أسوي. فكلش مهم، كلش مهم من حضراتكم يعني شوية تنتبهون وتقرون وتواصلون. وقتكم كلش زايد ومتوفر، لا عندكم تعب، لا عندكم ركض، لا عندكم بيشنت، لا عندكم روحة لا جاية، كلكم قاعدين بالبيوت. فرجاء تواصلوا. وبالنسبة لموضوع المحاضرات، يعني الولد ما يقصرون، أكو جماعة قاعد يجيبون المحاضرات وممنونين من عندهم ومشكورة من عندهم، وأحاول أوفركم على قدر المستطاع. شوي لازم انتو همين يعني شدون حيلكم وتراكبوا واقبون ويانا، وان شاء الله خير. اليوم طبعا راح ابدي اشرح لكم على المادة الامتحانية، بس قبل ما اشرح المادة الامتحانية اريد اشرح لكم انه اليوم موضوعنا هو treatment of class 1 مال occlusion. اخذت اول موضوع، شوية تطولت الى ان نزلت المحاضرة، السبب انه ردت ادمج مجموعة محاضرات مع بعض، لانه المادة نفسها بس على اختلاف شغلات بسيطة، وراح اوضحها بالباوربوينت مالي. ارتكم تنتبهون الباوربوينت وتجيبون المحاضرات، هي عبارة عن 3 محاضرات، يعني اليوم باوربوينت مالتنا مال 3 محاضرات، جيبوها تخلوها قدامكم تسمعون الباوربوينت على ما تقدرون تفهمون الوضعية شنو. تمام، هسه راح تشوفون هو treatment of class. شوفوا النكست سلايد مالتنا شنو هو، عن صورة الامتحان الأولي اللي هو راح تشوفون اكو عندكم درجات نقص القسم من عندكم، والكل احتار شنو السبب. اكو قسم سألوني، اكو قسم مهتموا شنو السبب، كانوا ممنونين على الدرجة. على المهم اني راح حبيت انه اشرح السلايد، عندكم تنتبهون. شو يقول السؤال؟ identify the my occlusion. هذا السؤال عملي، يعني ضمن الامتحان العملي شكل راح يكون، مجموعة سلايدات ما على علاقة بالشغل، شغلات تعليمية، فراح اعلمكم عليها على مو تصير سهلة عليكم. Identify the mal occlusion، أريدكم تشوفون الصورة
أولا الامتحان هذا راح يكون بوقت، يعني امتحان عملي يصير مادة بها وقت، مو انتوا براحتكم، يعني ممنونة من الجميع، الأغلبية قاعد يكتب لي المالوكلوجن شنو هو ويعرف لي اياه، لا أنا ما أريد هذا، هذا مو شرح، هذا مادة عملي، ما دام صورة يعني مادة عملية. شو أشوف؟ السؤال موجه على مال أوكلوجين، يعني عندي مال أوكلوجين بالصورة، لازم أعرف الجواب مالته، أعرف شنو هي هذا المال أوكلوجين. فمن الصورة شو توضح عندي؟ عندي هنا خربطة، تشوفون؟ سن مفتار، سن طاب وطالع ومتقد، يعني تشوفون؟ أما الكلاس 3 والـ H2H هذا مو واضح، ما عندي دنتال كاست، ولا عندي سايد فيو، ولا عندي استيفالومتريك راديوغرافي عم أوضح لكم كلاس 3 أو H2H، بس اللي قاعد أشوفه إنه أسامي متخربطة من عندي. الحل جوابه كلش بسيط، كلاس 1 مال أوكلوجن أو كراودينج أو روتيشن، واضحة كلمة كلمتين، ما كنت قاعد تقصب ناس واي شرحوا، وشرح يكون خطأ مرات، والخطأ يولد خطأ، يعني ينقص الدرجة مرات، يعني واحد ينقهر انه واحد كاتب تعبان بس كاتب حكي كله غلط، فانت كنت تنتبهون. فان يجيكم صورة ويريدون مال الاوكلوجن مالته اللي تشوفوه بعينكم قدامكم، يعني انتوا هسه متأكدين انه هذا كلاس 3؟ انا هسه واحد من الناس، انا ما اعرف انه هو كلاس 3 ولا لا، ماكو اي دليل يقول لي انه كلاس 3. اكو اوكلوجين تشوفون الابر ويا اللور متطابقين؟ لا صح لو لا؟ فاذا ايدنتيفاي ذا مال اوكلوجين خلاص اقول كراودينج، هاي ابسط سؤال، ابسط جواب يعني عفوا، ابسط جواب كراودينج، روتيشن صح لو لا؟ ممنونه من عندكم اذا واحد يقول لي كراودينج وذ روتيتد رايت سنتر فرانك، ماكو مشكله يعني تمام؟ ما عندي كروس بايت، وين اكو كروس بايت؟ اكو كروس بايت، اكو في الدليل انه عندكم كروس بايت، اكو تطابق بين ابر واللور واللاترال طاب لي جوا؟ لا ما اكو هشك دليل، شو ما تريني يعني ممكن اكو بس كراودينج وممكن اكو كروس بايت، بس انا ما اقدر اخلي درجه على شيء ما واضح، لازم اخلي درجه على الشيء الواضح. فمن واحد يسالكم ايدنتيفاي ذا مارك اوكلوجن، الصوره اللي قدامكم ايش لي تشوفوا، كتبوا رجاء بدون ما يعني تكتبون شغلات اكثر من اللازم، الزايد يغلطكم بالامتحان العملي، خلوها ببالكم. The name of wire component، يعني هواي من عندكم آدم وكلاسب وأكريليك، هذا كلام خطأ. اللي قدام عيني قاعد أشوف عبارة عن واير واحد، تمام؟ قاعد تشوفون قاعد شلون قاعد أمشي بالمؤشر، عبارة with U shape والليبيال بوماته، ما أدري الكومبوننت مالته، أنا ما قلت شنو هو الكومبوننت، شنو هو name of wire component، name of wire component عندي هاولي أرش، that's it، قدامي أكو هاولي أرش، أكو قسم كاتبين ليبيال بو، what؟ ليبيال بو يعني اسم قديم، يعني هو أصلا معروف إنه هذا هاولي أرش، هاي ماخذي بالعام المختبرات مالتكم ومشتغلي بيتكم يعني. فمو شي صعب عليكم صح؟ هذا هو منو؟ هذا هو الهاولي أرش. gauge of the wire 0.7 مليمتر hard stainless steel wire، أعيده 0.7 مليمتر hard stainless steel wire، that's it، ثلاث كلمات ثلاث أسطر كلش بسيط، جواب يكون مثالي وحصل على درجة. فأرجو أن تقارون أجوبتكم ويا الشيء هسه قلته وتحاولون تعلمون شلون تجاوبون هاي الأسئلة. راح أجيب بعد أسئلة عملية ويا الكويزات على ما يصير عندكم اكسبيرينس بهذا الموضوع، وأتمنى لكم كل توفيق، وإن شاء الله المحاضرة الجاية أشرح لكم على الامتحان اللي امتحنته هسه مال يونت 1 مال لسن مال المحاضرة الأولى والثالثة ومال تريتمنت بلان. نرجع شوفوا شو مخليت لكم، مخليت لكم عبارة عن محاضرتين، الأورثودونتيك كير اوف ميديكالي كومبرومايز بيشنت وكلينيكال اكزامينيشن اوف ذا دنتيشن، تمام؟ ومخلي عليها علامة في، هاي اللغة يعني انا شلتها من مادة المحاضرات مالتكم، ليش؟ لانه طالبت من عندنا انه نقلل مادة ونشيل من عندكم المواضيع اللي مو كلش ذات اهمية، يعني نعطي الاولوية للاهم، مادة مهمة هاي اكيد، انا اؤكد لكم هي مادة مهمة، لكن المتبقي أهم من هاي المادة، معلومات الموجودة بالمواد المتبقية أهم لكم من هاي المادة، تمام؟ فهاي المحاضرتين انلغت، ما يحتاج تقروها، صارت واضحة؟ مخليت لكم علامة في، انتبهوا لها، مو بعدين تسألون، مو بعدين تقولون داخلة لو ما داخلة، هاي المحاضرتين ما داخلة، الأورثودونتيك كير أوف ميديكالي كومبرومايز بيشنت ما داخلة، والكلينيكال إكزامينيشن أوف دنتيشن مال وايت سبوت ليجن والتي إم جي، هذول كلهم ما داخلة اثنيناتهم، تمام؟ وأتمنى تركزون على الشرح اللي أشرحه بالباوربوينت، لأنه أنا شيء أشرحه وأنا أركز عليه بالامتحانات، وأتمنى كل التوفيق. نرجع للسلايد.
السلايد الوراء الكويز مال هاي المحاضرة، راح يعطيكم سؤال عملي بسيط ومحاضرة واحدة اللي هي سيريال اكستراكشن تشوفون والدينتال اوكلوجن. هاي المحاضرة القديمة مال 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 قبل نص سنة او بالفصل الاول خلينا نقول هو الدينتال اوكلوجن وسيريال اكستراكشن مال هذاك الاسبوع. اسئلة بسيطة ارجو انه تقروها، يعني لو تقروا لها ساعتين كافية كلش كافية، ويا شرح تتابعوه الان اقدم لكم اياه بالباوربوينت او بالفيديوهات السابقة اتخيل حتكون كافية تقدرون تجاوبون على الاجوبة. ورجاء اكرر كل واحد يجاوب بنشاطه بامكانياته، والله من اشوف الواحد مجاوب بامكانياته راني احس من اصلحها، الواحد مجاوب بامكانياته يساعدني انه انطي درجه احسن، اللي واحد اللي ما مجاوب بامكانياته اشوف فوتو كوبي بين الطلاب راسا قاعد انقص الدرجات. يعني اكو در ناس منطيتهم درجتهم على التليجرام دزيت لكم الدرجات هو بالحقيقه انا منقصته بالدفتر يمي، والسبب لانه شفته فوتو كوبي بين مجموعه من الطلاب. يا أخي ماكو يعني كل نفس الكلمات ونفس الأخطاء، ما ممكن يعني أكو تشابه، ما ممكن أنه هشكل تناسق يصير، حتى أكو بهم أخطاء إملائية نفسها أو قسم يسوون فوتوكوبي من الباوربوينت. تصوروا يعني شلون يعني كاتبة بالباوربوينت يجيبون يسوون فوتوكوبي من هذا ويخلوا ليها بالجواب. رجاءً رجاءً أتعب حالي وشوية يعني والله ما يراد لها، يعني لو كل واحد يقعد له ساعة باليوم كلش كافية. أتمنى لكم كل التوفيق بالكويز راح تكون عن سيريال اكستراكشن والدينتال اوكلوجن، انتبهوا له كل زين. الجواب أريده إلى يوم الخميس القادم وليس باكر، يعني مو هذا الخميس، إلى الخميس القادم تمام. وأتمنى لكم عيد مبارك وأيامكم سعيدة، إن شاء الله تتحقق كل أمنياتكم والله يكون بعونكم. سنة كانت بالفعل غير شكل استثنائية، لكن يعني شوية بالتعب أتخيل راح نتجاوزها بخير وسلامة. خلصنا الحكي المقدمات عن المادة اللي غيناها، المادة مال الامتحان، اسلوب الامتحان، جاوبتكم عن الامتحان الاول. راح اتخيل راح نبلش بمحاضرتنا، تعذروني هي ثلاث محاضرات بس ثلاث محاضرات قصيرة ومتشابهة ونفس الوقت سهلة، وحاولت اشرح لكم اياها بابسط طريقة ممكنة تكون. اي سؤال عندكم رجاء جاوبون راسلوني وانا اجاوبكم، وممنونة جدا من كل واحد يسألني سؤال، جدا ممنونة، يفرحني انه يحس انه اكو فد نوع من التواصل، وهذا التواصل كلش مهم على مود نقدر نعبر هاي المحنة بخير وسلامة. راح نبلش بمحاضرتنا. السلايد اللي وراء نشوف اول شيء قاعد احكي لكم عن كلاس 1 من اقول لكم انتبهوا، احنا دائما انا دائما اقول هذا الكلام، كم بلاين عندنا؟ لو هسه انتم موجودين تجاوبون او قسم عندكم يجاوبون، ثلاث بلينات، انتروبوستيرير ترانسفيرس اند فيرتيكال. انتروبوستيرير يعني من الانتيرير، شوفوا هاي الصوره شلون واضحه، مثلا هذا صوره الولد باعوا، هذا من الانتيرير للبوستيرير، هذا انتروبوستيرير يسموها تمام. الترانسفيرس هي العرض والفيرتيكال هي الطول تمام. احنا راح ناخذ كل واحد، يعني راح نحكي عن الفيرتيكال، راح نحكي عن الاوبن بايت وعن الديب بايت بمحاضره واحده، لانه هذا تريتمنت لازم تطلعون على كل شيء تمام. دايجنوستس حكيناها بالفصل الاول، هسه راح نحكي عن تريتمنت، فراح نحكي عن الاوبن بايت والديب بايت كفيرتيكال، الترانسفيرس والكروس بايت راح نشرح عنها واحده. الانتروبوستيرير عاده بالسنوات السابقه دائما كانت الانتروبوستيرير بالنهايه خلوها، انا اشوفها هي ماده مهمه ولازم تكون بالبدايه على بتنطيها اهميه، لهذا دمجت الكلاس 1 ويا الكراودينج وسبيسينج باوربوينت واحد على مود تصير واضحه لكم وتعرفون اهميتها شنو تمام. من اني اقول كلاس 1 او تريتمنت اوف كلاس 1 مال اوكلوجن، لازم اعرف شنو هو الكلاس 1 مال اوكلوجن. انتبهوا للصوره، هاي الصوره يوضح انه عندي دينتال كلاس 1 اند سكيليتال كلاس 1. الدينتال يعني الاسنان كلاس 1، تشوفون شلون واضحه اني، تشوفون انه الكنانات ان انا عندي الابر لور كنان كلاس 1، اللور ابر لور 6 كلاس 1 وسكيليتال كلاس 1. من اقول لك كلاس 1 من أقول كلاس 1 مع الأوكلوجين، يعني معناها البيشنت انتروبوستيريري يعني من الانتيرير للبوستيرير، تشوفون حركة السهم مالتي من الانتيرير والبوستيرير كلاس 1. شوفوا الصورة كلش واضحة من هذا الولد، تشوفون من الانتيرير للبوستيرير البونز الكناينات المولارات كلها كلاس 1، لكن الخلل وين؟ إذا أقول كلاس 1
مال اوكلوجن، انتبهوا من اقول كلاس 1 مال اوكلوجن يعني مو معناها انه الشخص هو كل شيء نورمال، لا يعني معناها فقط انتروبوستيريوري نورمال، لكن بالدنتال ارش نفسه اكو مشكله. يا تشوفون الصوره شلون واضحه، يا تشوفون بالدنتال ارش اشوف مثلا عنده خربطه بالاسنان، ما حقول سبب الخربطه راح نحشيها هسه بالتفصيل بالمحاضره، بس هي واضحه انه اكو خربطه بالاسنان. ممكن يكون بروبلم بالترانسفيرس، ممكن يكون بالفيرتيكال ويا نورمال انتروبوستيرير، يعني الشخص يكون عنده نورمال انتروبوستيرير لكن نفس الوقت ممكن يكون عنده خلل بالفيرتيكال او ترانسفير. هذا عرفنا هسه الكلاس 1 شنو. الكلاس 1 ريليشن هي النورمال انتروبوستيرير دنتال اند سكيليتال ريليشن. من ارجع اقول لكم شنو هو الكلاس 1 مال اوكلوجن، تشوفون الفرق. قبل شوي قلت كلاس 1، هسه قلت كلاس 1 مال اوكلوجن، يعني معناها انه عند النورمال انتروبوستيرير اوكلوجن ريليشن شيب، لكن الديسكريبنسي وين صايره؟ بالدنتال ارش، بالدنتال ارش، او ممكن يكون عند الديسكريبنسي بالفيرتيكال اند ترانسفيرس. هاي واضحه وكلها سهله التعريف مالتها. راح ابلش شوفوا الايتيولوجي، كان خليتكم صور ما African people. تمام. بالإيتيولوجي راح ناخذ واحد واحد. احنا معروف الإيتيولوجي يعني شنو الإيتيولوجي مالتنا؟ skeletal, soft tissue, and dental. خلينا نشوف أهمية كل واحد ويا الكلاس 1 مال اوكلوجن. إذا عندي أول شيء skeletal causes، أغلبية الناس اللي عندهم كلاس 1 مال اوكلوجن skeletal الريليشن مالتهم اغلبيتهم، انتبهوا ما قلت كلهم، اغلبيتهم most of the people شو يكون عندهم class 1. تمام، الاغلبيه شو يكونون عاده شو تكون usually are class 1 relation، يعني البون الماكسيلا والماندبل شو يكونون class 1، يعني skeletal causes تاثيره مو كلش قوي. هذا معنى كلامي، يعني الشخص من يكون عنده class 1 مال occlusion skeletal causes مالته شو يكون class 1. تمام، يعني دائما كلاس 1، فما يكون عنده كوزيتيف فاكتور رئيسي. يعني من اقول لكم ايتيولوجي فور ذيس تايب اوف مال اوكلوجن سكيليتال بالكلاس 1 مال اوكلوجن مو كلش وارده، يعني نادرا ما، لكن مو شرط، يعني مو دائما كل شخص يجينا كلاس 1 مال اوكلوجن هو كلاس 1 سكيليتالي، لا ممكن سكيليتال يكون كلاس 2، ممكن كلاس 3، بس بشرط ال degree of the discrepancy مال skeletal component يكون mild to moderate not severe. يعني ما ممكن اكو فد شخص يكون عنده severe class 2 skeletally وعنده مال occlusion مالته class 1، ما ممكن. ليش؟ لانه من يكون عندي class 2 او class 3، انت بولي نقطة مهمة، اكو فد شيء راح يغطيه، لازم اللي يغطيه منه هو dento alveolar، يسموها dento alveolar compensation، هاي ماخذيها العام شارحيها بالجروث، كلش مهمة هاي. تمام، يعني الاسكليتال مال الشخص يكون عنده فد مشكلة معينة، يكون 2 أو 3 يغطي منه، عنده مثلا انه كلاس 2، شنو مثلا كلاس 2؟ يعني ماكزيلا شوية طالع اللي قدام، الماندبل شوية راجع اللي ورا، غطى يعني البيشنت هو كلاس 2 سكليتالي، لكن من جيت فحصته انترا اورال شفته كلاس 1. شنو معناها؟ معناها الاسنان غطت على الاسكليتال كومبوننت، هاي التغطية شو يسموها؟ dento alveolar compensation، يعني الاسنان مالت صار بها inclination بحيث غطت الكلاس 2 بينت لي كانوا كلاس 1. تمام، اذا معناها السكليتال كوزز الاغلبيه يكونون كلاس 1، لكن ممكن، انتبه، ممكن يكون كلاس 2 اور كلاس 3 with، اخليها الفراغ مهم، with dento alveolar compensation. لازم شي يكون السكيليتال بروبلم، ذا بيها بروبلم، لازم تكون مودريت، مو اكثر من مودريت. اني سيفير كيسز ما ممكن يصير بيها دنتو الفيولار كومبنسيشن، وما ممكن اشوف كلاس 1 مال اوكلوجن وسيفير كلاس 2 او كلاس 3 مال اوكلوجن. تمام، هذا فيما يخص الانتروبوستيرير. اذا ترانسفيرس، يعني اكو مثلا كلاس 1 مال اوكلوجن وترانسفيرس بروبلم، ترانسفيرس احنا يعني شنو قصدنا؟ كروس بايت، يعني سكيليتال تايب اوف كروس بايت. أثبتت الدراسات إنه severe cases of transverse skeletal discrepancy بين dental arch ما تكون ويا class 1، دائما تكون ويا class 2 ويا class 3، فقط mild cases، بس بيكون عندي mild transverse problem ممكن تكون مرافقة ويا skeletal ويا class 1 مال occlusion. الـ vertical لا ممكن أشوفه ويا class 1. إذن ملخص الكلام،
الاسكليتال كوزز هي احد الايتيولوجيكال فاكتورز، احد الايتيولوجيكال فاكتورز مال منو؟ مال كلاس 1 مال اوكلوجن. بس عاده شو تكون الشخص اللي يكون عنده كلاس 1 مال اوكلوجن شو يكون؟ كلاس 1 ريليشن عاده. بس ممكن اشوفه with mild، اخلي خط جوه كلمه mild، mild class 2 or class 3 مال اوكلوجن لازم يكون mild with، شوفوا ما تكمل الجمله، with dento alveolar compensation، with dento alveolar compensation يعني dental تغطيني على skeletal problem. صارت واضحه؟ الترانسفيرس سكيليتال بروبلم لازم يكون ايضا مايلد كيسز ويا الكلاس 1، ما ممكن اشوفه ويا السيفير كيسز، والفيرتيكال ممكن اشوفه ويا سكيليتال كيسز. بس تعتبر السكيليتال كوزز او اتيولوجي كسكيليتال للكلاس 1 مال اوكلوجن مو كلش تاثير قوي. راح نشوف الى الكوز الثاني باو سوفت تشو كوزز. السوفت تشو يعني شافوا انه السوفت تشو انفايرمنت في حاله الكلاس 1 مال اوكلوجن اغلب الحالات تكون فيفربل. يعني شنو فيفربل؟ يعني زينه، يعني معناها ما لها دور تاثيري على المنيو على الكلاس 1 مال اوكسجين، تمام. لكن هاي الصورتين خليت لكم اياها تشوفون هذول الشخصين هاي بنتين اثنيناتهم اللي هم افريكان، تمام. اثنيناتهم عندهم فد بروبلم بالسوفت تشو، شو اشوف عندهم prominency of the lip، صح؟ شوف هاي البنية هنا prominency of the lip، لكن هذا prominency of the lip are normal، تمام؟ هذول عندهم نوعية خاصة من الكيس التابعة للكلاس 1 مال اوكلوجن يسموها باي ماكسيلاري بروكلينيشن، هسه راح اشرحلكم اياها، تمام؟ هاي الشخص كذلك تشوفون انتها low of muscle tonicity، تشوفون الفتحة اللي صايرة بين الابر واللور lip، تشوفون؟ واضحه تشوفون، خلى انه الاسام تتقدم لي قدام بسرعتها. يعني السوفت شو ما له تاثير، بس مرات ممكن يكون عندها تاثير في حاله الباي ماكسيلاري بروكلينيشن كيسز، تمام. هسه راح اشرح بالسلايد اللي ورا، انتبهوا له زين. قبل ما اجي على الباي ماكسيلاري خلينا نشوف الكوز رقم 3 دينتال كوزز. واو شوفوا ليش انا كاتبه لكم اياها بالبولت العريض ومخيت لكم خط ومكبر الخط، اذا معناها the main causative factor، هاي نقطة كلش مهمة خلوها ببالكم. واحد ممكن يسألكم عليها what is the main causative factor for the etiology of class 1 mal occlusion، لازم تقولوا لي منو؟ dental causes. dental causes لها دور كلش كبير، تنطيني discrepancy بين size mal teeth والdiscrepancy بين size of dental arch، راح يولد لي مشكلتين اللي هي اساس محاضرتنا اليوم اللي هو الكراودينج او سبيسينج. اما راح يصير ريدكشن بالديسكريبنسي بين التوث سايز، شوفوا كلمه انتبهوا ها دائما تجي الديسكريبنسي بين التيث سايز اند دنتال ار سايز، اذا كانت ريدكشن اتوقع شو يكون عندي؟ كراودينج، تمام. واذا عندي اكسسيف ديسكريبنسي اتوقع شو يكون عندي؟ سبيسينج، تمام. هذا الديسكريبنسي ممكن يكون جينيتيك، جينيتيك فاكتور، فشي من الله، هيريديتري كونديشن من جسم الانسان، تمام؟ او ممكن يكون لوكال فاكتور او انفايرومنتال فاكتور. انفايرومنتال ممكن يصير عندي فت بريماتشور لوس اوف ديسيديوس تيث، الاسنان اللبنيه توقع قبل وقتها تخربط الاول والتالي وتصير عندي كراودنج وخربطه بالاسنان. لوكال فاكتور يعني بالموقع معين طلع عندي سوبر نيوميري تيث، هاي السبب الثالث من احد اسباب الدينتال فاكتور. موقعيا يصير عندي سوبر نيوميريتيز ياثر الموقع هذا ويسوي خربطه بالاسنان ويصير عندي كراودينج، فهذا يعتبر من احد الاسباب الايتيولوجي المين ايتيولوجي من ضمن الدينتال كوزز فور ذا كلاس 1 مال اوكلوجن. صارت واضحه اتخيل. سكيليتال كوزز، سوفت تشو كوزز، دينتال كوزز، اهم كوز فور ذا ايتيولوجي اوف كلاس 1 مال اوكلوجن من هو؟ الدينتال كوزز اهم واحد. الاسكليتال اغلبيتها كلاس 1 لكن ممكن يكون كلاس 2 او كلاس 3 مايلد والدنتو الفيور كومبنسيشن، تمام. الترانسفيرس والفيرتيكال، فيرتيكال تصير ويا الكلاس 1 والترانسفيرس فقط المايلد كيسز. السوفت شو الاغلبيه مالها دور على الكلاس 1، الاغلبيه دائما تكون فيفربل كونديشن مالتها الا في حاله الدنتو الفيور بروتروجن، ومو كلها، هذا الريزل شوفوا شيء عرقي موجود بالطبيعة ما نقدر نتلاعب به، بس مرات ممكن يكون شنو؟ ممكن incompetent lips أو عندي low of
الليب تونسيتي ممكن ياثر لي ويسوي لي فد مشكله ويصير عندي كلاسوما الاوكلوجن، هاي ممكن وارده. لكن دينتال كوزز يعتبر ذا مين ايتيولوجيكال فاكتور فور كلاس 1 مال اوكلوجن. ممكن يكون جينيتيك، ممكن يكون لوكال، ممكن يكون انفايرمنتال. قلت لكم الانفايرمنتال من رب العالمين هيرديتري، فشي داخل جسم الانسان يصير عنده كراودينج او يصير عنده سبيسينج او اني تايب اوف كلاس 1 مال اوكلوجن. تمام. لوكال يعني موقعيا، من اسمه لوكال موقع، يعني من الموقع مالته شو ممكن يصير؟ ممكن انه سن زايد، سن ينكسر، سن حجمه صغير، سن ما موجود من رب العالمين، congenital missing، فيصير موقعي. أو genetic، العفو environmental. environmental شنو معناها؟ بال environment واحد ما ينظف أسنانه يصير عنده تسوس، يصير premature loss of deciduous teeth، يخربط ال permanent teeth ويصير عنده crowding، هذا يسموه environmental مثلا. صارت واضحة؟ etiology كانت كلش واضحة. زين. السلايد الوراء راح نحكي عن احد اهم انواع الكلاس 1 مال اوكلوجن اللي هو باي ماكسيلاري بروكلينيشن، او يسموها باي ماكسيلاري دنتو الفيولر بروتروجن، يعني فقط الاسنان والالفيولر بون تتقدم لي قدام. هاي الحالة شنو معناها؟ شنو سبب مالتها؟ انه دائما شي يصير عندي ممكن يكون تصيب اكثر شيء، طبعا اكثر شيء موجوده كريزل كومبوننت فروم سم ريزل جروب اللي هم الافرو كاريبيان، جماعه الافريقيين هذول دائما شيء يكون عندهم ريزل. شوف هاي الصوره كلش واضحه، هي يعني شو معناها؟ طبيعه جسمهم هالشكل، هي بروز عندهم. كتشوفون الليب كومبتنت لكن نفس الوقت بروميننت، كتشوفون الشفايف يعني ماكو فراغ بيناتها، طبيعيه ريلاكس بس هي متقدمه، ونتيجه التقدم مالتها ايضا صار عندها بروكنيشن بالابر واللور انسايزرز بشكل طبيعي. تمام. خلوها ببالكم هالشكل شخص، من يجينا هالشكل شخص ريزل فشي عرقي، تمام، وعنده شكل كونديشن، ترباكم تحلون هذه المشكلة؟ ما ممكن ينحل، هذا يعتبر نورمال بالنسبة لهذا البيشنت، يعتبر فتشي نورمال لأنه فتشي عرقي متناسق ويا شكلهم ويا عرقهم ويا نشأتهم، تفهمون شلون؟ لكن من يصير عندي مشكلة يعني مثلا إلو incompetent lip أو low of lip competency أو tonsity، تشوفون هاي الصورة incompetent lip والأسنان بارزة، ممكن أعالج هاي الأشخاص. بس أخليها بالي بقى هاي الصورة، تشوفون biomaxillary procrastination الأسنان كلها متقدمة. أغلبية الناس يجون، هي أغلبية الأشخاص يسموها، طبعا هاي الكيس المختصر مالتها أو عامية داخل الدينتال كلينيك يسموها biomaxx. أغلبية الأشخاص تشوفون well aligned teeth لكن Proclined position، يعني الأسنان كلها متصفطة ما فيها مشكلة بس شوية متقدمة لي قدام. حقيقة المشكلة إنه مرات يجي لك patient يكون تقدم مالته كلش طفيف بس منزعج من عنده، في مشكلة. إنه الحل مال هذا الكيس، هذا الكيس إنه لازم extraction 4 unit، 2 unit from the upper and 2 unit from the lower، يعني نطلع البريمولارات من both side upper والبريمولارات من lower ونرجع الأسنان. المشكلة وين؟ باللور arch. من نرجع الأسنان ونقطع البريمولر، شو أتوقع شو يصير؟ تعرفون شو يصير؟ راح يضيق السبيس على التانك لأن الأسنان رجعت، ورا ما أشيل الأبلاينس اللي صار تدفع الأسنان دي قدام ويسوي ريلابس والبيشنت ينزعج. فلازم تخلون هذه الصورة واضحة للبيشنت وتدققون بالدايجنوزز والتريتمنت بلان وتشوفون إنه هل يا ترى إنه أنا من أرجع الأسنان ما هي أثر على السوفت تشو راح يصير ستيبلتي بالريزلت أو لا، أو لازم أستخدمنا بيرمننت ريتينشن. حالة كلش نحسة، يعني رجوع الأسنان يصير بمنتهى سهولة وعلاجه كلش طويل لأنه راح نقلع أسنان أربعة وراح نحرك الأسنان الكناينات والأنتيرير تيث، على الرغم من التطور اللي صار بالماس ريتراكشن والتاد استخدام للتمبراري أنكورج ديفايس للإمبلانت، يعني مع ذلك تعتبر حالة الستيبلتي مالتها كلش كريتيكال وكلش ترجع بسهولة والبيشنت يبدي يعاني، وهي الريزلت مالته مو كلش تكون واضحه للبيشنت. تعرفون ليش؟ لانه هي الاسنان متصفطه، يعني مو مثل الاسنان متخربطه تعدليها تشوفي انه منظر الشخص يتغير، الى ان ترجع الاسنان واحد ورا الاخ البيشنت يبدي يمل، ومن يمل النتيجه تكون ابطا. خلوها ببالكم. تمام. لهذا تعتبر الماي ماكسيلاري بروفينيشن من اهم الحالات اللي تكون ضمن الكلاس 1 مال اوكلوجن.
بالكلاس 1 مال اوكلوجن ممكن اشوف قلنا كراودينج سبيسينج باي ماكس تمام او ديسبليس تيث، هاي الحالات اللي ممكن اشوفها. لهذا دخلت الموضوع الكراودينج والسبيسينج ويا الكلاس 1 على مود يصير موضوع واحد، لانه هي نفس الماده ونفس المحتوى بدون ان تغيير. لهذا شرحتكم اياها ضمن محاضره واحده تمام، وهي مهمه. يعني راح تشوفون بمحاضره الكلاس 1 الكراودينج والسبيسينج نفس الكلام، الميسينج لاترال نفس الكلام، اوتو ترانسبلانتيشن نفس الكلام. الاختلاف وين؟ مثلا باي ماكس ما موجوده بالكراودينج والسبيسينج، هاي موجوده بالهاي المحاضره تمام. الايتيولوجي مال كلاس 1 موجوده بس بالمحاضره مال الايتيولوجي مال كلاس 1. فحتشوفون ان شاء الله بس بسيطه الفرق مالتها، وان شاء الله تكون واضحه داخل المحاضره. ان شاء الله ما عندكم سؤال لحد الان، اتمنى انتم موجودين. اذا عندكم سؤال او اي شيء تقدرون تراسلوني واني بالخدمه ان شاء الله. نجي على السلايد، راح نبلش بالكراودينج. يعني هو صح الكراودينج هي احد الاهم الفيتشرز اللي ممكن اشوفها بالكلاس 1 مال اوكلوجن، لكن اخليها ببالي، اخليها ببالي انه ممكن اشوفه ويا الكلاس 2، ممكن اشوفه ويا الكلاس 3، ممكن اشوفه ويا اي كلاس، ما عنده مشكله تمام. بالكراودينج راح اشوف انه نسبه الاصابه دون تكون تقريبا 60% من الكوكاسيان بيشنتس. الكراودينج ايام زمان كانت اقل، هسه صار اكثر بالبوبوليشن. اشوف اغلبيه الناس تعاني من مشكله الكراودينج، وسبب الكراودينج شنو هو؟ اتخيل احد الاسباب المهمه اللي تسببت انه البيشنت صار عنده يعني يوزينج less abrasive دايت، نوعيه الدايت اللي يستخدم الاكل اللي يستخدم less abrasive، فما يصير احتكاك بالانتربروكسيمال سيرفيس، وبالتالي الاسنجه تبقى بمكانها البرايمري، البيرمننت تطلع بمكان غلط، ويصير عندي كراودينج بالدنتال ارج. المهم الصفه المهمه بالكراودينج خلوها ببالكم، خلوها ببالكم انه discrepancy بين الدنتال ارج وبين التيث هي تروح ضمن منطلق الريدكشن. يعني انه both jaw size and teeth size appear to be، خلوها مهمة هاي العبارة، to be reducing تمام. مو مثل spacing، spacing يكون دائما jaw size و teeth size appear to be increasing، تزداد، ما عندي reduction تمام. لكن في حالة الكراودينج دائما شي يكون عندي حالة ريدكشن دائم، فلهذا لازم ننتبه لهذا الموضوع، كلش مهم هذا الموضوع تمام. زين راح نشوف classification of the crowding. شوفوا انا هسه بالصورة مخيت لكم ثلاث صور تمام. من الصور واضحة عندي، كلش واضحة عندي انه عندي ثلاث حالات، هاي ثلاثة يسموها crowding بس بمختلف الدرجات، هاي واضحة. لكن الكراودينج تتقسم حسب الايتيولوجيكال فاكتور الى نوع معين، ولا كمية الكراودينج او amount of the space discrepancy الى classification اخر. هاي اول ثلاث صور، انتبهوا لي، انتبهوا لي كلش مهمة هاي. حسب الاماونت اوف سبيس ديسكريبنسي، يعني شنو اماونت اوف ديسكريبنسي؟ يعني كميه الخربطه اللي صايره، كميه الريدكشن اللي صايره عندي بالدنتال ارت، ينقسم الكراودينج الى اول واحد تشوفون مايلد كراودينج، ويا هاي الصوره الاولى هلق اشرح عليها هسه. مايلد كراودينج تشوفون باو المولرز، البريمولرز من البوث سايد نورمال، كناين نورمال، بس عندي شويه لاترال، شويه شكل مفتار وفتخربطه صغيره بهذا اللاترال ليفل بين السنترال واللاترال متغير، هذا يسموه مايلد كراودينج. ممكن شويه اكثر من هذا هم يعتبر مايلد. كميه السبيس ديسكريبنسي بالمايلد كراودينج لازم شو تكون؟ بين 0 إلى 4%. هسا واحد يسأل سؤال، أجب شلون أعرف؟ طبعاً أكو كان محاضرة كلش مهمة اسمها Space Analysis، يعني أقيس الخربطة اللي صايرة بالدينتال آرش بطرق معينة. هاي محاضرة كلش مهمة والله، إذا صار عندنا مجال والله أعطيكم إياها، بس إذا ما صار عندنا مجال لازم ننطي الأولويات لبقية المحاضرات اللي هي أهم. يعني أنا ما أقدر أعوف الكلاس 1 والكلاس 2 والأوبن بايت والديب بايت والكروس بايت، أعطيكم سبيس أناليسيس، وأنتو يعني سبيس أناليسيس واحد يحتاجه بالدراسات العليا مالته، يعني ممكن ياخذها هناك، مو مشكلة، ما حضيع عليكم. لكن بس كأندر جرادويت مهم إنه يعرف الأوبن بايت والديب بايت والكروس بايت
وشنو هو الأفكار العلاجية مالتها مهمة، لكن سبيس أناليسيس مو كلش يعني، تعذروني بس إذا يظل المجال بطن عيني إن شاء الله نشرح لكم إياها. فإذا المايلد كراودنج، كمية السبيس ديسكريبنسي بالمايلد كراودنج بصورة رقم واحد إيش قد تكون؟ أما بين 0 إلى 4، يعني ممكن 1 مليم، 2 مليم، 3 مليم، أو 4 مليم. أكثر من 4 مليم ما تعتبر مايلد، تمام؟ الحد الأقصى هو 4 مليم. إذا عندي ديسكريبنسي بالدنتال آرش يسموه مايلد كراودنج. نجي لصورة رقم 2. شنو ثاني نقطة؟ moderate crowding. صورة رقم 2 قد تشوفون overlapping of centrals, lateral proclination, rotation of other lateral. قد تشوفون هنا شوي عندي فت خربطة صايرة بالبريمولر. هذا يعتبر moderate crowding. كمية space discrepancy تكون بين 5 إلى 8 مليم. شقد؟ 5 إلى 8 مليم. من نتجاوز 8 مليم راح نحصل على ثالث نوع من الكراودينج according to the space discrepancy. انتبهوا لي نقطة كلش مهمة، according to the space discrepancy راح يكون عندي severe crowding. تشوفون منطقة البريمولرز والمولرز كلش نورمال، الخربطة وين صايرة بالانتيرير؟ هذا صاير displaced، هذا داخل، هذا rotated، هذا كروز، يعني خيط وخرابي صايرة بالانتيرير سيجمنت. هذا يكون severe crowding. كمية space discrepancy يعني كمية الريدكشن اللي صايرة بالدنتال ارت صايرة أكثر، مو 8، أكثر من 8 مليم. 8 اعتبرها moderate، أكثر من 8 اعتبرها severe crowding. إذا mild, moderate and severe according to the شنو؟ مهم. Amount of space discrepancy. Amount of space discrepancy. هنشوف الكلاسيفيكيشن الثاني. بقى ثلاث صور، وحدة من هاي الصور قد تشوفوها هاي الصور؟ هاي هسه قبل شوي استخدمتها قلت لكم severe crowding، هسه راح استخدمها بالكلاسيفيكيشن الثاني. شوفوا أول واحد شي يقول primary crowding. شنو primary crowding؟ هذا النوع أي من الكلاسيفيكيشن اللي هي البرايمري والسكندري والترشري يعتمد على نقطة كلش مهمة، هي حسب الايتيولوجيكال فاكتور. يعني الايتيولوجيكال فاكتور مال هاي الكيس يختلف عن هاي الكيس ويختلف عن هاي الكيس. هسه واحد حيجي يقول لي يعني أنا حكون فطحة شلون حعرف؟ أول الاكسبيرينس إلى دور، أكو نقاط لازم ننتبه عليها، وثانيا الدايجنوز المضبوط هو راح تساعدك على نتحصل على الإجابة المضبوطة على ما تعرف إذا عندي primary crowding or secondary or tertiary. باعوا هاي صورة رقم واحد. قلت لكم بالclassification حسب the space discrepancy هذا شنو؟ severe crowding. هنا شنو حسب الاتيولوجي؟ primary crowding. ليش؟ باعوا من يكون عندي primary crowding أو يسموها hereditary crowding، يعني something are genetic genetically determined caused by disproportion size بين teeth وبين الجول، فيصير عندي mal alignment، فيصير عندي primary crowding. زين هسه واحد يقول لي هسه أنت شو عرفتي إنه هذا something يعني primary يعني something genetic hereditary condition يعني من رب العالمين، أكفت خربطة بين حجم الأسنان وحجم التيث فصار عندي هذا الكراودينج، مو سبب آخر. أولا لازم أخذ الـ good history of the patient على ما أعرف إنه هو بالفعل إنه ما صار عنده خربطة أثناء التحويل الـ primary للـ permanent dentition. ثانيا انتبهوا من يصير عندي normal buccal segment occlusion، شوفوا الكيانات normal premolars المولرز أغلبيتها normal، الخربطة وين صايرة؟ بالانتيرير segment فقط. من يصير عندي خربطة بالانتيرير segment والposterior are normal أخليها ببالي إنه هذا النوع من الكراودينج هو عبارة عن hereditary أو يسموها بالprimary crowding. الاسمين مهمة، ترى ممكن أسألكم على hereditary crowding either hereditary or primary كلش مهمة. زين نقطة وراها secondary crowding. زين هذا منو secondary crowding؟ هاي الصورة رقم 2. شوف شو أشوف. باعوا انتبهوا هنا عندي هذول الكناينات صح؟ هذول منو السنترالات اللاترال والاثنيناتهم راجعات كلش لورا. أتخيل شنو معناها؟ تعرفون شنو أتخيلها؟ معناها هذا الشخص صاير عنده فد بريماتور لوس اوف ديسيديوس تيث قبل وقتها، مثلا البي صار، فالاسنان البوستيرير كلها زحفت جت لي قدام، باعوا تقدمت لي قدام، فمن صار الرابشن الانسايزرز ال1 يعني انسايزر سنترال انسايزر طلعت بشكل طبيعي او شويه بخربطه، اللاترات مو ظل عندها مجال 1 طلعت باليتالي.
هذا يسموه secondary crowding، يعني يكون عندي السبب medial drifting of posterior teeth because of premature loss of deciduous teeth بالسيجمنت. والسبب هذا ممكن اكتشفه عن طريق الجود دينتال هيستوري اذا اخذها مال بيشنت. تمام، واضحه ان شاء الله، كلش واضحه وسهله. من يكون عندي بريماتشر لوس الاسنان تطلع باليتالي او يصير بيها كروس بايت او يصير بيها امباكشن، اتوقع هذا سبب الكراودينج مالته، هو سكندري تايب اوف كراودينج ديو تو اوف بريماتشر لوس اوف ديسيديوس تيث. ثالث نوع التيرشري كراودينج. من هو التيرشري كراودينج؟ هو هذا يسموها باللور انسايزر ليت كراودينج. يعني شنو اللور انسايزر ليت كراودينج؟ تعرفون انا اسقول لكم شنو هو، سامعين او انتم شايفين او ممكن انتم حسيتوا على نفسكم باعتباركم في مقتبل العمر العشرينات. تمام، اكيد الاسنان صار باللور تيث، فنوع من الكراودينج ايام زمان ما كان عندكم اياها او كان عندكم اياها وازدادت. من يصير هذا يسموها بالليت لور انسايزر كراودينج. حسب الايتيولوجيكال فاكتور يسموها بالتيرشري كراودينج. هاي دائما تصير بين العمر 18 فما فوق، ممكن 18 الى 20 22 سنه. تمام، يسموها باللور انتيرير كراودينج لعده اسباب. طبعا راح تشوفون بالمحاضره مال كراودينج مذكوره الاسباب، وايضا بالمحاضره مال الكلاس 1 مذكوره نفس الاسباب لكن بترتيب مختلف. أريدكم تنتبهون على السلايد الوراء، شوفون خربطة تصير بس باللور انتيرير سيجمنت. بس راح أشتكم لور انسايزر. لور انسايزر كراودينج كوز، شنو الأسباب؟ انتبهوا لي، أعيد لكم إياها. بالكلاس 1 أكو الأسباب، وبالكراودينج هم موجود الأسباب، لكن أنا أريدكم التسلسل مع الأسباب حسب ما حشرحها بالمحاضرة مالتي وضمن الباوربوينت مالتي، لأنه هو هذا الأضبط شيء. انتبهوا، او خلينا نقول انه اني يعني كفكرتي ودراستي الموضوع من غير مصادر رئيسيه انه هو هذا الكلام الصحيح. انتبهوا، اول كوز يعني الكوزز اللي راح اشرحها لازم تحفظوها بالتسلسل. اعيده، lower incisor crowding cause لازم تحفظوها بالتسلسل، موجوده بالمكانين بس مو بالتسلسل اللي انا اريده. اريد التسلسل تحفظوها من المحاضرات، لكن تحفظوها بالتسلسل الآن اللي شرحتكم إياه بالمحاضرة، كلش مهمة. أول شيء يقول إنه رح يصير عندي forward growth of mandible. هاي أول نقطة لازم نصير. شنو معناها forward growth of mandible؟ بقى إحنا ماخذين بالgrowth of maxilla والmandible، إحنا نعرف منو يتوقف أسرع الgrowth مالته، الmaxilla أو المandible؟ أكيد الmaxilla رح يتوقف الgrowth مالته بكل سهولة، يعني عمر تقريبا 6 سنين الى 8 سنين الماكسيلا تنتهي الجروث مالتها، لكن الماندبل يستمر الى يمتى؟ الى بدايه العشرينات. تشوفون الربط، اكو ربط، تشوفون. فاول شيء راح يصير continuous forward growth of mandible، راح نتيجه للcontinuous growth of mandible لعمر متاخر، يعني ما اقول لكم سريع الجروث، طبعا يكون بطيء بس اكو مستمر الجروث. نتيجه الفورورد جروث اوف ماندبل راح تشوفون النقطه اللي وراها شو يقول لك، يصير عندي سترونج سوفت تيشو بريشر اند ماتوريشن. من الماندبل تستمر تتقدم لي قدام لعمر متاخر، راح يصير فد بريشر وتنشن بالسوفت تيشو تنسحب وياها ويصير فد نوع من الماتوريشن. زين، صار جروث، صار تنشن بالسوفت تيشو، شو هيكون تأثيرها؟ ننتبه للنقطة الوراها، راح يصير عندي reduction of intercanine width. احنا شقلنا شرحناها بسيال extraction، عرفنا ان intercanine width يعني العرض ما dental arch بمنطقة canine to canine باللور arch لعمر 12 ل 13-14 سنة راح يكون active growth تزداد، صح؟ لكن وراها راح يصير reduction، والسبب هو هذا السبب، انه نتيجه الفورورد جروث اوف ماندبل صار عندي سترونج سوفت تيشو بريشر، سحبت السوفت تيشو اثر لي ضغط على الدنتال ارش، قصه المسافه مال الدنتال ارش، صار عندي ديمنيشن بالانتركانين ويث، يعني معناها التقصير او الضيقان وين جاي ياثر؟ الانتيريور سيجمنت بمنطقه الانتركانين ويث. تمام، واضحه. وبالتالي مع نقطة وراها راح يأثر على اللور انتيرير. اللور انتيرير راح يصير بيها uprightening، يعني شنو uprightening؟ راح يندفع الأسنان، الكراونات راح تندفع more lingually، راح ترجع لي ورا. من ترجع لي ورا
يعني هي انت خلوا اصابعكم تجون تضغطون عليها، من ترجعوها تشوفون الاصابع تندمج واحدة باللغة، شي يصير بها؟ كراودينج. النتيجة شي يصير بها؟ ليت كراودينج. وياها راح يصير نتيجة للبرجر من الانتيار، راح يصير عندي ميجال ميجريشن اوف بوستيريور تيث. ممكن يكون احد اسبابها الفايبرز، او ممكن يكون احد اسبابها انه البرجر من اللور انسايزرز اللي قد تيجي من السوفت تشو من الانتركانين وذ ريدكشن، وممكن يكون احد اسبابها انه الاربشن اوف ذا ثيرد مولر. الناس الاغلبية مع الأسف الشديد، حتى أطباءنا الأعزاء، أريدكم أنتوا تغيرون الفكرة، أنتوا جيل جديد، أريدكم تغيرون الفكرة. الكل يقول سبب late crowding of the lower incisors عند المجتمع، أنا سامعة الناس يقولون الطبيب الفلاني قال سببها سن العقل. انتبهوا، يكون an aggregative factor، يعني يساعد إنه يسوي the crowding، لكن هو مو أساسي، لأنه الدراسات أثبتت إنه أكو ناس عندهم missing congenital missing of third molar، بس هم صار عندهم lower incisor crowding. ليش؟ لأنه عندهم forward growth of mandible، strong soft tissue pressure maturation، reduction بالintercanine width، تقلل المسافة مع الintercanine لأن pressure كله يصير عن منطقة الكناين، الانسايزرات تبدي ترجع يصير بها uprightening ترجع لي وراء، وبالتالي حيصير عندي crowding، وياها حيصير ممكن medial migration، وبالتالي إذا أكو third molar حيزيد الطين بلة، يساعد بس هو مو أساسي، تمام؟ هاي نقطة كلش مهمة، صارت واضحة يعني؟ إذن the tertiary type of classification of the crowding بالاعتماد على the etiological factor هو عبارة عن lower incisor crowding اللي تكون للأسباب الآتية. The primary type شنو يكون سببه؟ قلنا genetic hereditary type يسموها. The second type اللي هو the secondary type يكون سببه premature loss of deciduous teeth. أما tertiary هو lower incisor crowding، هذا حسب the etiology. حسب the space discrepancy mild moderate and severe، وكمية الديسكريبنسي مال القياسات مالتها مطلوبة من المحاضرة. رجعا صارت واضحة هسه عرفنا أحد أنواع المال أوكلوجن إضافة للبايماكس هو الكراودينج، وقلت لكم الكراودينج مو شرط يجي ويا الكلاس 1، ممكن يكون ويا الكلاس 2 ويا الكلاس 3، مو تلزقوا ليها بس بالكلاس 1، بس ممكن ممكن بس الأغلبية تكون ويا الكلاس 1، تمام؟ زين حكينا عن الكراودينج وكلاسيفيكيشن مالته، افتهمت هسه اشوف الواحد اقول هذا انت عندك مايلد، ذاك اقول له مودريت، اقول له برايمري سكندري تيرشري، افتهمناها. حكينا عن اللور انسايزر كراودينج شلون صارت، افتهمناها. هسه لازم نعرف انه احنا قد نحكي تريتمنت، لازم اعرف شلون احل الكراودينج. تعالوا سعد الورا بعد السلايد شي يقول الكراودينج الحل مالته شنو هو؟ الحل هو هذا، يعني الواحد يكون what are the solution for the crowding or what are the treatment of the crowding، تقولوا له space creation، يعني in the reduction بالspace شو أحتاج؟ أحتاج أوفر له فراغ، صح ولا لا؟ يعني إذا واحد عنده crowding نسبة الكراودينج ما تشقد 4% mild، تمام؟ لازم أوفر له 4 مليم فراغ بالدنتال arch على متأحل crowding. إذن اسم الحل مال الكراودينج شنو هو؟ space creation. space creation شوفوا الطرق مال space creation، سويت لكم اياها على شكل صور كلش حلوه، انتبهوا لي ويا كل سلايد لانه كلش مهمه وكلش ضروريه وكلش سهله. اول method of space creation يسموها deRotation. يعني شنو معناها deRotation؟ يعني عندي سن مفتر وراح اعدله، هل يا ترى من اعدل السن راح يوفر لي space؟ انتبه احنا حاكين بها هذا الموضوع سابقا، بس راح اعيد اشرح لكم اياها بالصور. بعد هاي اول صوره، وير از ذا كراودينج او وير از ذا روتيشن؟ الروتيشن صاير عندي بالانتيريور سيجمنت، تشوفون الصوره كلش واضحه، تشوفون انا عندي سنترال روتيتد اللاترال، تشوفون 180 درجه الروتيشن مالتهم، هذا اقل من 180 فوق ال 90، هذا شويه كراودينج وصاير اتش تو اتش، تشوفون ان انا عندي ان انا كان اصلا ما صاير بالرابشن انه ماله سبيس، وهنا الريمننت اوف ذا سي باقي، تشوفون سيفير ديسكريبشن عندي. فهل يا ترى من اني راح اعدل هذول الاسنان راح يصير عندي كرييتنج سبيس؟ طبعا الجواب كلا. ليش؟ لانه احنا نعرف انه عرض الانسايزرز، تشوفون العرض مالته، عرض الانسايدرز كلش كبير، من اجي افره يعني هو من يفتر
يوفر لي فراغ. شوفين صار شوي عندي فراغ هنا، شوية فراغ هنا، شوية فراغ هنا، لكن من أعدله أنطي المجهود استوض ماتك كلش عريض، وبالتالي راح ياخذ سبيس أكثر. إذن الدي روتيشن of the interior space of interior teeth not provide or not created the space. شوفوا الحال مالته، حال عبارة عن fix appliance نركب له. شوفوا الليجيشن، تشوفون هذا اللون البنفسجي واضح، عبارة عن butterfly ligation. تشوفون شلون واضحة butterfly ligation، واضحة كلش كلش واضحة. تشوفون رابطين البراكت بهالطريقة على مود يعدل للكراودينج. طبعا احنا نعرف اذا كمية الروتيشن اللي صاير عندي بالاسنان اقل من 90 درجة، الحال هو removable appliance. استخدم له مبدأ الكابل فور سيستم، مهمة بالامتحان عملي، انتبهوا مهمة couple four system. لكن من يكون عندي أكثر من 90 درجة مثل الصورة شوفناها لكم، لازم يكون عندي fix appliance. انتبه على الصورة اللي وراها. شو أشوف؟ اللور الأبر تيث الانتيرير كلها حلوة، بس عندي هنا البريمولر. تشوفون البريمولر صاير بي، البريمولر صاير بي روتيشن مفلطح وماخذ أرض أكثر من اللازم. هل يا ترى بن أسوي له دي روتيشن للبريمولر حيوفر لي فراغ؟ أكيد، لأنه الميجودستال ويث مال البوستيريور تيث أقل من الليبيولينجوال، يعني هذا العرض مالتها أقل من الليبيولينجوال، فمن أعدلها راح يوفر لي فراغ. إذا the derotation of posterior teeth هي اللي حتوفر لي فراغ وليس مال anterior teeth. لو نشوف الصورة اللي وراها، بعد الصورة نانا شو تشوفون؟ تشوفون نانا أسنان واستخدمنا له fix appliance، كان عدل الروتيشن of the premolars. نانا خلينا له التات أو المايكرو امبلانت بالفراغ هذا اللي صاير distal to the 5، تمام، وخلينا attachment lingually وattachment buccally. ربطنا هاي الأسنان بالanterior segment وربطنا هاي الأسنان بالposterior segment ويا التات، سو عندي couple four system بالfix appliance. أنا متعدل الروتيشن of the posterior teeth، من أعدل الروتيشن حوفر لي فراغ. بس خلوها ببالكم، بعبالكم حيوفركم 10 مليم فراغ، أكيد مو أكثر من مليمين أو 3 مليمات in severe cases، تمام؟ المهم الدي روتيشن أول طريقة فقط مال posterior هو اللي حيسوي لي space creation. إن شاء الله ما عندكم شيء صعب، واضح كلش وسهل والصورة كلش وضحت الموضوع إن شاء الله. نجي على الطريقة الثانية uprightening. شو نشوف بالuprightening؟ هاي الصورتين مخليت لكم إياها، واضحة كلش. السن من يصير بي تلتينج، تشوفون من يميل، شوفوا الفراغ شلون قلان مال السن مال مكان الاكستراكشن سايت، تمام. من يصير اذا التلتينج اوف ذا تيث ويل لوس اوف سبيس، يسوي لي من يصير لوس اوف سبيس ممكن يسوي لي كراودينج. من اعدل الانكلينيشن مال التوث، اعدلها اسويها ابرايتنج للتوث ميجودستالي، اتوقع انه راح يوفر لي فراغ كافي انه اصلح المشكله مالتي. اذا ابرايتنج اوف تلتد تيث create a space. A derotation of the posterior teeth create a space. لكن a derotation of anterior teeth needs a space. يوفر، يحتاج إلى فراغ. تمام؟ هاي كلش مهمة، خلوها ببالكم. تمام؟ بس أيضا الفراغ، الكمية الفراغ اللي وفرها بالأبرايتنينج هم كلش هواية. زين، ننتبه على طريقة الثالثة. Distal movement of the molars. بعو هاي. يعني شنو معناها؟ يعني معناها انه المولارات هرجعها بوستيريوري، ارجعها لورا. من ارجع المولار بوستيريوري شو اتوقع؟ انه راح اشتغل ضد الجاذبيه، يعني عندي فد نوع من الريجكشن، فد نوع من الصعوبه بالترجيع. شو راح تصير هاي الحاله؟ ان ديستال موفمنت اوف ذا مولرز. ايام زمان كانوا يستخدمون الهيد كاب، تشوفون هذا الهيد كاب، هذا الهيد كاب او الهيد جير عباره عن هيد كاب على الراس ينربط ويا الفيس بو. تشوفون هذا الفيس بو الحديده اللازمه داخل انسايد بيشنت ماوث، يوديني الاسنان داخلها لورا، تمام. وشافوا انه هذا الاكسترا اورال تراكشن يوزنج هيد جير راح يصير برودوسينج اب 2 الى 2 مليمتر بير سايد. خلوها ببالكم، ايش قد 2 الى 3 مليمتر بالسايد الواحد، يعني بالدنتال ارش كله ممكن اوفر لي الى 4 الى 6 مليم. خوش كمية إذا عندي كمية loss of space moderate. تشوفون يعني تقريبا إذا 7 مليم يمكن ما كلش يوفر لهذا الدستر موفمنت. شوفوا الابلاينس اللي استخدمه ويا الهيدجير، بعو هذا يسموه دستلايزر.
يعتمد انه يعطي انكورج بالانتيرير سيجمنت تشوفون، مخلي اكريليك بالانتيرير بارت اوف ذا باليت تشوفون، تشوفون هاي الحدايد لازم البريمولارات على تنطي انكورج، تنطي قوه بالانتيرير، وياها باندات على السكسات. هاي شو هتسوي لي ويا الدفع مال الفيسبوك؟ تشوفون هذا الفيسبوك نفسه مال هاي الصوره، فيسبوك هذا نفسه شو هتسوي لي؟ راح تدفع لي الاسنان وترجعها بوستيريري. من ترجعها بوستيريري حتوفر لي فراغ، قلت لكم 2 الى 3 ملي، يعني بالسيفير كيسز ما تفيد الا مايلد تو مودريت كيسز. تمام، شوف الصوره اللي وراها، اتطورنا لانه يعني تعرفون هذا الهيد كاب والفيس هذول كلها يعني الادلت ما يتقبل انه يلبسه. صار استخدامنا للتاد، هذا شوف التاد، هذا المايكرو امبلانت كاخليه بالتيوبروسيتي اريا، اجي اربط هذا التوث ويا التاد وارجعها بوستيريوري، احد الطرق. تمام، واحد يسال سؤال، هل ممكن استخدم هذا الديستلايزيشن اللي اسويها بالمولر اسويها باللوار؟ طبعا ممكن اسويها، بس الديستال موفمنت باللور يكون very difficult and the best can be achieved عن طريق هذا السبرينج، يسموها بالابرايتنينج ميجيلي تيبت مولرز. تشوفون هذا فد واير يدخل بالتلتد مولرز، تمام، هذا الكانتليفر الاكشن اللي يصير هنا يدفع لي المولر مور ديستالي، يرجعها يوديها مور ديستالي وياخذ الانكورج من الانتيرير سيجمنت، وبالتالي راح يصير كرييشن اوف ذا سبيس. إن شاء الله تكون واضحة، وهي أحد الطرق الممكن توفر لي على سبيس لكن أيضا محددة. بعد أنا من أقول محددة، أنتوا خلوها ببالكم، أهم طريقة وأكثر طريقة معروفة بالسبيس كرييشن اللي هو منو؟ الأكستراكشن، كلكم تعرفوها، يعني أكيد تعرف إنه أريد فراغ عندي كراودينج، تفكير الصائب شنو هو الكل يفكر بها؟ هو كراودي الأكستراكشن، أقلع سن. الاكستراكشن اليوم ما حنشرحها بالمحاضره، اذا الله خلانا طيبين راح اشرح لكم محاضره وحدها، لكن احنا اكو طرق مرات ممكن مو كل الطرق، يعني مو كل كميه السبيس اللي تحتاجوها تحتاج الاكستراكشن، يعني مرات تحتاجون مليمين تسوون اكستراكشن ابو 6 7 مليمات، معقوله يعني تقلعون سن 6 7 مليمات وبقيه تحتاجون انتم مليمين او تحتاجون 4 مليمات؟ لا مستحيل. فأكو طرق، يعني صارت دي روتيشن اوف بوستيريور تيث، صار عندي الابرايتنينج ديستال موفمنت، هاي احد الطرق. شو الطريقه الاكسبانشن؟ ماي فيفربل ميثود طريقه الاكسبانشن، مع العلم انه هواي ناس يعترضون على هاي الطريقه، يقولوا انا ستيبل، انا اشوفها اذا ستيبل اذا واحد يستخدمها بطريقه متقنه وبطريقه متانيه، يعني متانيه ببطء بحيث ينطي الريست، بحيث يصير عندي عظم قوي ينطي ستيبلتي الريزلت مالتي. احد الطرق طبعا ما احكي هواي عن الاكسبانشن لانه اكسبانشن راح اشرحها بالتفصيل اكثر في محاضرات الكروس بايت، لكن هنا أنا واضحه هذا الاكسباندر تشوفون شلون حلو الاكسباندر، هذا بيشنت اوف كليفت ليب باليت، اكو ناس ما تتقبل هذا الاكسباندر نستخدمه يسموه الهايركس، ما تتقبله تقول انه هذا ما يصير، لكن انا استخدمه وياها سلو اكسبانشن. سلو اكسبانشن يعني اكو ناس تسووها رابت اكسبانشن خطا، لانه هذا الكليفت ليب باليت ما عنده عظم بالباليت، اكو كلها سوفت تشو، كلها سكار الياف، فمن انطي بريشر عالي كلش هوايه اتوقع انه حيصير عندي بروبلم، يصير تيرينج، فلهذا من انطي فلو بريشر نتائجه يكون كلش حلوه. باعوا تشوفون هاي الفتحه اللي صايره هنا، هذا يدخل بي مفتاح الكي مالته ويا السهم امشي نفتحها يصير مثل البرغي، افتحها كل ما افتحها كل ما راح يصير عندي يندفع الجزئين من الدنتال ارج ويصير عندي اكسبانشن بالدنتال ارج. كل فتحه يعني كل ترنايه هاي كل ما افر وحده من الهاي بالمفتاح اتوقع انه راح احصل على ربع مليم. ايش قد احصل على ربع مليم؟ أني أحتاج إلى 1 مليم، ال 1 مليم يعني معناها كم فتحة؟ 4 فتحات، أقولكم كل فتحة ينطيني ربع مليم، 4 فتحات أحصل على 4 على مليم إكسبانشن. الإكسبانشن أستخدمها بالحالات اللي عندي كروس بايت، خلوها ببالكم، يعني مو أحتاج عندي كراودينج أسوي لأسن إكسبانشن، يكون الريزلت أنستيبل، لازم يصير عندي كراودينج وذ كروس بايت، يلا أسوي شنو؟ الاكسبانشن. تمام، الاكسبانشن شو قلت لكم؟ يوفر لي فراغ، انه كل فتحه يوفر لي ربع مليم، احتاج الى مليم على متحصل على نص مليم سبيس. بعد
من يصير أفتح هذا الجهاز كل فتحة من عنده ربع مليم، يعني أربع فتحات يلا أحصل على مليم. المليم for expansion، مليم إذا أنطي مليم الإكسبانشن نصه وين يروح؟ يوفر لي فراغ، البقية يحل لي مشكلة الكروس بايت. صارت واضحة؟ كل فتحة ربع مليم، أربع فتحات أحصل على مليم. المليم شي يسوي لي؟ يعني نصه يروح يعطيني space creation والنص الآخر يحل مشكلة الكروس بايت. صارت واضحة؟ بقوا هاي الكيس before the treatment تشوفون هذا عنده هنا congenital missing وعنده مشاكل، سووا له expansion، باعوا شو صار عندي median diastema، صار عنده فراغ بال anterior segment. هاي احد disadvantage of the expander، بس تنسد ورا فتحة ما انه يعني تمام. احد الطرق او احد disadvantage اللي ممكن اشوفه او احد النتائج اللي ممكن اتوقع انه شغلي يمشي صح على الرغم من disadvantage، هو انه يصير space between two central incisors. بقى هنا هاي الصورة اللخة تشوفون، هاي يسموها surgical type of expander. تشوفون الاكسباندر مثبتة بالبلت عن طريق عبارة عن 4 screws، 4 سكروات مثبتة بالبلت، هذا يسموها surgical expansion. تشوفون النتيجة قبل وبعد، بعد صار عندي space between two central incisors، هاي معناها صار عندي expansion بالdental arch. واحد يسأل سؤال، هل ممكن أسوي expansion باللور arch؟ الجواب أي نعم ممكن أسوي، أستخدم الاكسباندر. حقيقة الناس تقول هي unstable، بس أنا عندي استخدمت لفت 4 إلى 5 كيسات وكانت النتائج رائعة. يمتى؟ من يكون عندي scissor bite. scissor bite عكس الكروس بايت، الكروس بايت الأبر داخل الماندبل طالع. من يكون عندي scissor bite المكزلة كلش عريض والماندبل كلش ضيق، كلش بحيد يعني ما تشوفون الماندبل بس تشوفون المكزلة. مرات استخدمه في حالة اذا عندي سيزر بايت والكوزيتيف فاكتور هي الماندبل، يعني الماندبل يكون ضيقه كل شويه، شنو ممكن استخدم؟ استخدم للاكسباندر باللور ارتش تمام، اوسع اللور ارتش بدرجه محدده كلش على ما اقدر احصل على اكسبانشن المطلوب واحصل على الريزلت واقدر احل مشكله السيزر بايت. صارت تكون واضحه الاكسبانشن. نجي الى الطريقه الاخرى البروكلينيشن. دائما انا شرحت لكم الاسنان امثلكم باصابعي، من الاسنان تتقدم لي قدام راسا تشوفون يصير بيناتها فراغات، يعني اي عمليه بروكلينيشن للتيث بتوليد لي فراغ تمام. بقى هالكيس هي يعني مايلد كلاس 3 وذ كلاس 1 مال اوكلوجن، شوفوا كانت تقريبا كلاس 1 بس الانتيرير مو كلاس 1 صايره كلاس 3 تمام. شو يحتاج؟ يحتاج الى بروكلينيشن اوف تيث، يعني يحتاج لهذول incisors يطلعون لي قدام. من يطلعون لي قدام يوفرون space، السبيس ممكن احل مشكله الكروس بايت اللي صاير باللاترال هنا، ولو مو كلش واضحه بس يعني متوقع انه يشوفون كروس بايت اللاترال كلش داخل، يحتاج الى space. اذا space created by proclination incisors detected لحالات معينه خاصه في حاله الكلاس 3 مال occlusion وحالة الكلاس 2 بعد الصورة اللي وراها، حالة الكلاس 2 في حالة الكلاس 2 باللور يعني بالأبر كلاس 3 وباللور يكون كلاس 2 أسوي procrination. شافوا إنهم كل مليم من incisor advancement، كل ما أسوي مليم incisor advancement أحصل على مليمين space، لأنه يوفر لي space من medial side ومن distal side، الأسنان تطلع لي قدام. بس احنا هاي مو دائما، يعني مو هو كلاس 1 واطلع اسانه ونتيجه الشخص وراها ورا ما تصفط الكراودينج اسانه كلها بارزه لي قدام احاولها باي ماكس ما حليناها، لا لازم يكون الكيس الاسنان اما ريتروكلايند يلا احل الموضوع. بقوا هاي الصوره كلش مهمه. بقوا هذا كلاس 2 ديف 2، يعني الابر واللور اثنيناتهم راجعات، الحل لازم اقدم الابر وراها اقدم اللور على مود يحل مشكلة الكلاس 2. من يحل مشكلة الكلاس 2 أعرف بالإنكلينيشن من أغيره أسوي بروكلينيشن بالأبر واللور راح يصير عندي سبيس، هذا السبيس راح تنحل مشكلة الكراودينج اللي صايرة باللاترال. اللاترال شلون هنا طالع اللي قدام راح تنعدل وتنزل وتصير مسافة زينة تنزل اللاترال تقعد موقعها صحيح. إذا الطرق الأخرى ممكن أستخدمها هي الإنكلينيشن أو بروكلينيشن أوف ذا إنسايزرز. How it done this؟ by inclination of the teeth يسوي proclination للأسنان بالأبر في حالة الكلاس 3 وباللور في حالة الكلاس 2، وممكن في الأبر واللور نفس الوقت في حالة الكلاس 2 division 2. صارت واضحة؟
تكون الأسنان كلها ريتروك لاين، وكل مليم أقدم بالأسنان أحصل على مليمين فراغ. شفتوا احنا بالاكسبانشن قلت لكم كل مليم أحصله بالاكسبانشن نصه، بس نصه استفاد ينطيني فراغ، البقية أعدل الكروس بايت. هنا أنا لا، كل مليم أقدم سن ينطيني مليمين فراغ، تمام؟ بس النتائج مالته unstable، فلازم نكون دقيقين بالطريقة مالتنا. زين، نجي على طريقة enamel stripping. هاي طريقة كلش شائعة وكلش حلوة، والفراغ يولد ياك كلش قليل. بقى هذا الستريبر، بقى الصورة استخدم metal stripper between two central incisors بحيث أشيل ربع مليم from medial side and ربع مليم من distal side from each tooth. يعني المحصلة أحصل إنه أشيل تقريبا نص مليم from each tooth. طبعا وراها ورا ما أخلص الستريبينج ممكن أسويها by hand stripping، أو ممكن أستخدمها by توربان أو air motor ممكن أستخدمه، تمام؟ المهم ورا ما أستخدمه لازم أسوي له topical fluoride application، كلش مهم، تمام؟ بس طبعا يعني أكو حدود معينة، مو كل مرة يجيني أشيل نص مليم نص مليم نص مليم إلى أن أصغر حجم السن. مرات يكون عندي discrepancy بالsize of teeth، يعني مثلا abnormality بالshape of teeth، خاصة الأبارات central كلش كبيرة مقارنة باللاترالات، وعندي crowded أشيل شوية من central أكثر من اللازم عم يرجع للشكل الطبيعي، تمام؟ Lace creation of the space هو الاكستراكشن، قلت لكم ما حنشرح عنها لانه راح تنشرح عليها محاضرة كاملة ان شاء الله اذا صار عندنا مجال، تمام؟ والاكستراكشن واضحة، هو الاكستراكشن اي توث يوفر لك الفراغ المطلوب، والتوث المتداول الاكستراكشن مالته في حالة الكراودينج هو الفيرست بيرمننت بريمولر اللي هو الفور، حتى كان واضح بموضوع السيريال اكستراكشن. اذا المشكلة مال crowding والحل مالته space creation، وعندنا طرق وضحناها ان شاء الله تكون واضحة، وان شاء الله ما عندكم سؤال، واذا عندكم سؤال رجاء راسلوني اي واحد باي وقت وانا بالخدمة. الطرق واضحة derotation خاصة مال posterior teeth، uprightening، proclination، expansion، distal movement او distalization يسموها distal movement of the molars، تمام؟ expansion and enamel stripping، إضافة إلى الحل المعروف والدائمي هو الإكستراكشن. النقاط مهمة تعرفوها وتعرفون يا طريقة وكمية السبيس اللي توفر ليها. إن شاء الله ما عندكم سؤال، بهذا خلصنا الكراودينج. نوع آخر من الكلاس 1 مال الأوكلوجين قلت لكم الديسبليس تيث. كتشوفون إنه أنا الديسبليس تيث، يعني شنو معنى الديسبليس؟ يختلف عن البروكلايند أو إنكلايند تيث، إنه التوث جرم كاملة صاير either buccally or lingually، طالع out of the dental arch. يعني قد تشوفون lateral incisors طالع out of the dental arch، هذا الشيء يسموه displaced، either lingual displaced أو ممكن يكون buccal displaced. عدة أسباب رح تشوفوها بالمحاضرة، ممكن يكون abnormal position of the tooth germ، يعني من الله سبحانه وتعالى الجرم مال lateral موقعه صاير باقي lingually ممكن، أو crowding ما صار عنده مجال طلع اللاترال لينجوالي، شو يسوي؟ ريتين ديسيديوس تيث، البي بقى فترة زمنية طويلة وبالنتيجة صار عندي ديستالي بوزيشن ديستالي ديسبليس، تمام؟ أو سوبر نيوميراري أو هابيت أو أذر باثولوجيكال كونديشن ممكن يؤدي إلى ديسبليس توث. كل سهلة وكلش واضحة. آخر موضوع محاضرتنا اللي هو السبيسينج عكس الكراودينج. الكراودينج كان عندي ريدكشن، هنا انا عندي اكسسيف سبيس. راح نشوف اشكال من نوعين باعوا. اول نوع يسموه جنرالايز سبيسينج. من اسمه جنرالايز سبيسينج؟ يعني شنو معناها؟ يعني الفراغات متنثره ومنتشره بين كل الاسنان، بين الانسايزرز بريمولرز ومولرز، وعده اسباب ممكن يكون عندها. نشوف الصور مالتنا. شوفوا اول صوره، فد مايلد سبيسينج صايره بين ذا تيث. كتشوفون الحال مالتها شنو ممكن يكون؟ طبعا ممكن يكون سببها جينيتيكلي من رب العالمين، او ممكن ديفكت بموقع معين او في سبب اخر يعني، تمام؟ بس اكثر هي discrepancy بين the size of dental arch and the discrepancy بين the size of teeth. اذا انت هشكل mild spacing شنو الحال مالتها؟ شوف الاوبشن مال treatment of generalized spacing. هاي الحالة الاولى، ان generalized spacing فد minor generalized spacing بالteeth، أنا أقول لكم الحل مالتها إن أسنان نورمال كلش حلوة ما بيها شيء، بس أكو فد شوية فراغات بين الأسنان. الحل ليه من طريقتين أكو الحل، أما يتقبل البيشنت على هالوضعية
اكو ناس ما تتقبلها، ممكن اسوي له اسيد اتش كومبوزيت كونسرفاتيف تريتمنت فقط، ما يحتاج اي اورثو تريتمنت. تمام، شوف الصوره اللي وراها بعدنا تشوفون الفراغات اكثر، اللاترالز اصغر، تمام، واسنان ابالك كلها متقدمه اللي قدام، صاير بيها بروكلينيشن. احنا قلنا احد الطرق مال سبيس كرييشن هي شنو؟ بروكلينيشن، اسنان متقدمه اللي قدام. عكس البروكلينيشن هي ريتروكلينيشن، يعني اسوي ريتروكلينيشن اوف ذا تيث. هذول الاسنان اول شيء ارجع اللور، تشوفون ارجعها، وبعدين ارجع الابر، شو تصير؟ تنحل مشكله السبيسنج. واذا ظل فراغ صغير كلش هوايه ممكن اضيف له كومبوزيت. تمام، بعد الصورة وراها هنا أنا عندي generalized spacing for different causes. هنا أنا مثلا عندي congenital missing lateral, multiple extraction teeth. تشوفون هنا أنا لازم أسوي collection للسبيس، أجمع الفراغات وأصفط الأسنان، وراها شو أسوي؟ restorative treatment، أسوي له bridge، أسوي له implant, whatever the method. تمام، إذا generalized spacing، أما ممكن أسوي له conservative treatment only، أو ممكن أسوي له retroclination of teeth، أو ممكن أسوي له treatment orthodontic plus a restorative treatment. سهلة، كل سهلة. تمام، هذا generalized. هسه راح نحكي عن localized اللي هي موقع محدد. ننتبه لهذا السلايد. localized spacing يعني موقع محدد. أكثر شيء نموذجي هو congenital missing teeth، مثلا lateral يصير congenital missing، هي أكثر الأحيان تكون third molar، يجي وراء ممكن الفايف، وبعدين ممكن يكون وراء اللاترال. تمام، يعني الثيرد مولر البسينج ابروكسيماتلي تكون تقريبا 35% من البوبوليشن، وراها ممكن يكون عندي سكند بري مولر 3%، واللاترال انزازر تكون 2%. ولو انيا انا اشوف اللاترال هواي يصير عندي ديفكت بيها. شوفوا اذا عندي لوكالايز سبيسينج شنو الحلول مالتها. طبعا هذاك اليوم كنت قاعد اتفرج مسلسله مال عادل إمام اسمه فالنتينو، فشفت هذا الممثل، أحد الممثلين الشابين اللي هو أنا ما أعرفه أصلاً، بس ابن أختي قال لي اسمه حمدي مرغني، يمكن المرغني، المهم اسمه حمدي. انتبهت عليه، هو خوش ممثل ومبدع، لكن عنده فالديفكت صاير عنده بالانتيرير سيجمنت. دورت صوره بالجوجل، نزلتكم اياها، احد صور خطوبته وزوجته مع خطيبته مع فيمكن زوجته، لابسه اورثودونتيك تريتمنت، هو قابل على الوضعيه مالته. لو نركز على الانتيريور تيث مالته، ننتبه للصوره مالته، شو نشوف؟ عندي localized missing of the central incisor. خلوها ببالكم، عمليه congenital missing بالcentral incisor شغله غير متوقعه، نادرا ما ممكن تصير، غير متوقعة. تمام، لكن ممكن يكون أما accident traumatic، تمام، أو extraction for any reason يعني. فطبعا شو هيصير؟ راح يصير inclination of the adjacent teeth. شوف الأسنان ما إلى شون، قد تشوفون بالفراغ هذا، والنتيجة صار أن shifting بالmidline، ممكن يأثر على الأستاتيك. هذا الشيء يسموه يعني بقية أسنان نشوفها متصفطة، بس عنده فراغ واحد بهذا المكان، هذا يسموه localized spacing. سهلة، ماكو صعوبة بها. تمام، زين، أنا من أريد أحل مشكلة اللوكالايز سبيسينج، أدي عدة طرق، إنه أنا أرتب الفراغ مالتي، وبعدين شو أسوي له؟ أخلي له العلاج، صح؟ واضحة يعني، إنه أنا شو أسوي؟ أول شيء أرتب الفراغ مالته وانتهي الموضوع. زين، إحنا هسه شرحنا، قلنا بالسبيس كرييشن بالكراودينج الحل مالتنا هو سبيس كرييشن. انتبه وراه بالسبيسينج الحل مالتنا شنو؟ بالكراودينج سبيس كرييشن يعني حل واحد فقط اللي هو السبيس، يعني اوفر فراغ. بالسبيسينج لا، راح تشوفون عندي حلين. الحل الاول هو سبيس كلوجر، يعني اسد الفراغ، يعني انا عندي فراغ واسده. شو ما بالكراودينج افتحه، يعني اوفر فراغ عم لحل مشكله الكراودينج، لكن بالسبيسينج اسد الفراغ، اسوي سبيس كلوجر. واكو حل ثاني يسموها سبيس اوبننج. هاي شنو؟ هاي صارت غريبه الموضوع، انه اما اسد الفراغ معقوله، لكن سبيس اوبننج شنو؟ السبيس اوبننج من يكون عندي فراغات منتثر، يعني ملتمه بكل مكان فراغ، المها اخليها بمكان واحد، اسويها اوبننج لهذا السبيس، واجي اخلي فد ريستوراتيف ماتيريال بمكان الفراغ واحل المشكله مالتي. بعد راح اشرح طريقه. اول شيء سبيس كلوجر، شلون اسد الفراغ؟ بعد
انتبهوا. السبيس كلوجر عندي عدة طرق. أول واحد مولر بروتراكشن، طريقة ثانية انسايزر ريتراكشن. شوف واحد عكس الاخ. مولر بروتراكشن يعني شنو معناها؟ يعني المولرات أقدمها لي قدام. الانسايزر ريتراكشن يعني الانسايزرات أرجعها لي ورا، أمسد الفراغ. والطريقة الثالثة هي الكونسرفاتيف كلوجر أوف ذا سبيس. راح أشوفكم إياها بالصور. أول صورة مولر بروتراكشن، عندي فراغ، راح أجيب المولر تيث أو posterior تيث للانتيرير سيجمنت، مستخدمين هنا التاد مايكرو امبلانت بتوين ذا كانين اند ذا بريمولر، هذا فراغ مال 5، وربطنا المولر مباشرة ويا التاد بحيث خلينا المولر يتقدم لي قدام على مود يسد الفراغ. هذا هو المولر بروتراكشن، أبسط منها ماكو. ننتبه للصورة اللي وراها، انسايزر ريتراكشن. بالعكس الانسايزر تيث ممكن شو أسوي لها؟ أرجعها لي ورا ويا التاد. هنا مستخدمين مو بس ويا التاد، ممكن طرق أخرى. يعني هاي الحالة يمتى تكون؟ من تكون الأسنان مال الانسايزرز إذا كانت متقدمة لي قدام، تمام؟ مرات البروفايل يحكم دورها، يعني مثلا انسايزرز ويا البروفايل كلش نورمال، إذا رجعها البروفايل هم حيرجع مال بيشن، يصير منظره ما حلو، صح لو لا؟ تنتبهون على هاي النقطة. انسايزر ريتراكشن أرجع الأسنان الانتيرير، طبعا من أرجع إذا عندي سبيسات كلها تنسد. باعوا الحالة، باعوا هاي الصورة. هذا عندي class 2 patient with proclined incisors. تشوفون أسنان شلون السايزرات كلها طالعة شكل مفلطح لي قدام، من أرجعها هذا الفراغ أكيد راح ينسد، صح لو لا؟ الطرق ممكن أرجعها بالremovable appliance إذا استخدم لها هولي arch، أو ممكن استخدم لها fix appliance. باعوا شلون مخلين fix appliance with a power chain. تشوفون هذا chain مثل الإلاستيك بحيث تضغط على كل الأسنان، هاي الفراغات الصغيرة بين الأسنان كلها تنسد عن طريق الانسايزر retraction. واضحة إن شاء الله، كل سهلة. إذا space closure أحد طرق العلاج مال spacing، شو أعالجها؟ either بالmolar protraction أو incisor retraction. أما المولر أقدمها وسد الفراغ بالانتيرير، أو أرجع الانسايزرز وسد الفراغ اللي صار بالposterior. أو طريقة الثالثة بعو هاي الصورة اللي هي conservative closure of space. مرات يصير عندي فراغ، تمام؟ مثلاً congenital missing of lateral، أجيب الكنان أقعده مكان lateral وسد الفراغ وأسوي فد conservative treatment. بعض two centrals، هذا الكنان الكنانات من both side المدببة، شوية لعبت بيها بالconservative، ضفت لها composite، شوية بردت التب مالتها، تحولت الكنان إلى lateral، تمام؟ هسه راح تقولوا لي عن كل حاجة الشكل؟ لا طبعاً، أكو عدة considerations هسه راح أشرح لكم إياها في اختيار نوعية type of treatment of space closure or space opening، أو يا type من space closure ويا type من space opening. صارت واضحة؟ إذن space closure ثلاث طرق، أما المولر أقدمها molar protraction، أو الانسايزر أرجعها incisor retraction، or conservative closure of space، تمام؟ يعني ويا ما سد الفراغ أسوي فت composite، أضيف composite ينحل المشكلة مالتي. زين نروح على السلايد. space opening، شنو space opening؟ باعو يعني أنا عندي فراغ كان منتشر مثلا distal to the canine بين السنترالات، وخليت لهنا open coil، فرغ وجمعت الفراغ. وين خليته؟ خليته بمنطقة lateral incisor. أنا أجي أخلي له فت conservative treatment، يعني opening the space. الspace مال lateral كان صغير، ما كنت أقدر أخلي له restorative material ولا أقدر أخلي له أي bridge أو أي implant. فجمعت صفطت الأسنان orthodontically، رتبت الفراغ وخليت لي هنا الفراغ محدد بمنطقة اللاترال، على مود يقدر يقعد اللاترال هو مرتاح. انتبه للصورة اللي وراه، بقوا وفرت رتبت الأسنان، صفطتها، عدلت الميت لاين، وفرت فراغات متساوية من البوث سايد من هاي الصورة، وبعدين خليت الكونسرفاتيف تريتمنت هنا بريدج. بقوا هاي الصورة اللي وراها، شوفوا الكانتليفر بريدج، تشوفون خلينا بريدج هنا منطقة الفراغ. لو ننتبه للصورة الراديوغرافي نشوف الفراغ ممتاز جدا اللاترال، لكن الروتات هنا نوت بارلل، تمام؟ هنا ما نقدر نخلي امبلانت. هسه راح نفهم ليش. اذا السبيس اوبننج حلها كلش بسيط، اصفط الاسنان، اجمع الفراغ بمكان السن اللي راح اخليه، وراها شو اخليه؟ اخلي لي البريدج. يمتى اخليه؟ يعني انا مثلا صفطت الاسنان في هاي الكيس، هنا صفطت الاسنان مالتي،
اشيل الفيكس ابلاينس عشان اخلي البريدج، كلام خطأ، هذا unstable result. لازم من اخلص هذا اشيل الفيكس ابلاينس، اشيله كله واسوي له ريتينر ريموفابل وذ بارشل دينشر، يعني اخلي له فتسين ريموفابل هنا بين 3 إلى 6 أشهر أقل ما يمكن. انتبهوا، يعني إذا أكثر من 6 شهور بعد أحسن، فت سنة مثلا ممتازة تكون، تمام؟ وأخلي لي سن بهذا المكان وتنحل المشكلة مالتي. ورا هاي ما خلص فترة الريتينشن، يلا أخلي له البريدج، تمام؟ أو أني ريستورتيف حتى لو إمبلانت. إذا خليت، يعني إذا شلت الأبلاينس الفيكس ورأسا خليت البريدج، أتوقع راح يصير عند الريلابس عالي، يصير عندي فيلر بالبريدج، وما تقعد الأسنان، راح يصير عندي خربطة ببقية الأسنان الممكنة. إذن خلوها ببالكم، إذا أسوي opening space for restorative material لازم شنو؟ أصفط الأسنان وأنطي retention 3 إلى 6 أشهر، وبعدين أخلي الأبلاينس اللي أحتاجه. زين، ننتبه على slide. عندي implants، أريد أسوي implants، ما يريد البيشنت يسوي، تمام؟ كلش نقطة مهمة، وبن أوفر الفراغ لازم أحصل على paralysis بالروتس، على مصير عندي good bone thickness، على أقدر أخلي وين بقى. شوف ال patient age طبعا، على مود أسوي ال implant وال space opened لازم عندي شروط. أول growth rate، لازم ال patient يكون عمره ال growth rate ما تمنتهي. النقطة الثانية، كمية الـ bone height and bone width مال patient لازم تكون كمية زينة. ها شلون أقدر أحصلها؟ عن طريق الـ good parallelism of the roots. good parallelism of the roots أحتاج بالفيكس appliance، مو بس أوفر فراغ، لازم أسوي parallelism للروت بالفيكس appliance، يعني الروتات أبعدها بحيث أنطي thickness للبون وهايت للبون كافي أنا متقدر أخلي الإمبلانت مالتي. طبعا الـ space لازم أوفر أنا متقدر أحصل على هاي الحالة. عندنا حالة أخرى بالـ space opening ممكن أستخدمها، يسموها بالـ auto transplantation. هاي خاصة أكثر استخدموها بالـ interior segment. شنو هي الـ auto transplantation؟ بالـ auto transplantation بها شروط وبها طريقة محددة، أريدكم تشوفون هاي الصورة. يعني عندي هنا missing of central، مثل حمدي ما أعرف شنو اسمه، حمدي المرغني. الحمد لله مرغني عنده congenital أو مو congenital، عفوا، عندي accidental traumatic أو traumatic أو pathological loss of the central incisor، صار عندي فراغ، جبت ال premolar from the crowded site، خليته بمنطقة الفراغ وحورته، حولته إلى central incisor بدل ما أخلي له artificial teeth، خليت له natural teeth. بقى تستخدم أكثر شيء بالside اللي عندي space والother side عندي crowding. بقى يمتى أستخدم الأوتو ترانسبلانتيشن؟ أنا يعني مشتغلت بحياتي فد مرتين ثلاثة، مو هواية. بها الطريقة، أول شيء لازم يكون عندي side crowding سن زايد، لازم أقلعه، والother side عندي فراغ، أما فراغ أو ممكن يكون traumatic أو pathological condition. يعني مثلا هذا central، جبت البريمولر مال side اللي crowding مال هذا side وخليته وين بالفراغ، وحولته بالكونسرفاتيف تريتمنت، حولته الى هذا. الطريقه شنو هي؟ اولا شوف هاي الصوره الثانيه، عندي هنا لوس اوف سنترال واللاترال والاذر سايد كراودينج، تشوفون جبت الفايف خليته وين؟ بهذا المكان، حولته لهاي الطريقه. تشوفون هنا كان عندي سبيس، شلت الفور خليته هنا. اول شيء من انقل البريمولر او اي توث اخليه بالسايد الفراغ مالتي، لازم التوث اللي صار راح نسوي بيه ترانسبلانتيشن، لازم الروت مالته متكون توث ثيرد لتتربع، ثلثين لتتربع لازم يتكون. هاي اولا، ولازم موفره فراغ زين الى ان اقدر اخليه، تمام؟ ورا ما اخلي الفراغ لازم اشوف انه اوفر له سوكت مناسب، يعني كميه السوكت مناسب مع طول الروت اللي راح اخليها، اوفر له اسوي دريلينج بحيث ادخل التوث. حقيقه انا اللي مشتغلتها المفروض التوث اللي ادخله اسوي له اندودونتيك تريتمنت اوتسايد ذا بيشنت ماوث، انا مو قلعته، اسوي له اندو اوتسايد وبعدين اجي ادخله بالسوكت، اسوي له سوتشرنج داير مداير الاسنان، وبعدين اخلي له اورثونتيك ابلاينس. بعد شلون انا مخلي اورثونتيك ابلاينس؟ الاورثونتيك ابلاينس حيساعدني بالفيكسيشن، تمام؟ يصير سبلينتينج للتوث، ووراها اشيله واحصل اسوي له كونسرفاتيف تريتمنت
وأرجع إلى استخدام سن طبيعي في موقع فراغ من الكراود أكسايد أخذته وخليته بالمكان الفراغ. تمام؟ طريقة يعني متعبة نوعا ما، بس نتائجه أكو ناس تتقبلها تعتبرها أفضل مما تستخدم any artificial component أو any artificial teeth. إن شاء الله تكون واضحة هذا. زين، هسا نجي السؤال. هسا أنا بالcrowding space creation، الاختيارات عندي cross bar أسوي له expansion، عندي rotation أعدل الروتيشن، عندي inclination أسوي له retroclination أو proclination أتلعب بيها، صح ولا لا؟ ما عندي شيء أحتاج space واي أسوي له extraction، simple spacing ممكن أسوي stripping، تمام؟ يعني هاي طرق واضحة عندي. لكن بالspacing قلنا عندي optionين، أما opening or closing space. شنو هو الفاكتورز اللي تخليني اختار هذول النوعين من التريتمنت؟ هاي نقطة كلش مهمة، يعني أنا اختار بكيفي اسوي space closure space opening؟ لا، عدة عوامل. شوف العامل الاول skeletal relationship. بعد البقية ما يحتاج صور، بس هذا skeletal relationship كان يحتاج صور، لهذا خليت لكم اياها صور. اذا عندي crowding وال patient class 2 بعد شلون اسام بارز اللي قدام، هل اسوي closing للسبيس لا اسوي opening للسبيس؟ يعني هسه عندي spacing يعني بين الاسنان، تشوفون class 2 اسنان are proclined. الحل اذا patient class 2 وعندي spacing احتاج انه اسوي closing للسبيس، يعني هذول الفراغات لازم اسدها، صح لو لا؟ اذا الاوبشن for class 2 for skeletal relationship شنو اختار؟ closing للسبيس. اكو جدول بالمحاضرة كلش مهمة تجيكم بالاختيارات النوعية والحل مالته، هي closing or opening، closing or opening. إذا class 2 شو أحتاج؟ أحتاج إلى closing space، أسد الفراغات تنحل مشكلة. هاي المشكلة عندي، شوف العكس هنا بعد simple spacing واللاترال congenital missing والpatient صاير edge to edge كأنه يحتاج class 3 متقد الأسنان، يحتاج إنه تنحل. أحتاج أفتح هذا الفراغ، أعدل الميدلاين شوية، الأسنان تبرز لي قدام، يتحول إلى كلاس 1 بدل الكلاس 3. إذا الحل مالتي هو شنو؟ opening the space، أفتح الفراغ مال lateral تنحل مشكلة البيشنت هذا. هنا أنا بالكلاس 2 closing space، بالكلاس 3 opening the space. زين، نقطة رقم 2 crowding low spacing. زين، إذا أنا عندي فراغ أريد أسده أو أفتحه، يتوقف على الكيس. إذا عندي crowding وعندي فراغ، شو أسوي له؟ أسوي له closing space، أحرك الأسنان باتجاه الفراغ وأسوي closing space تنحل مشكلة الcrowding، صح لا لا؟ لكن إذا عندي عدة spacing بالdentition كلها بصورة عامة، وأني أريد أسد الفراغ ويا spacing condition ما تنحل، لكن أجمع الفراغ بمكان واحد وأسوي له فد restorative material، النتيجة تطلع أحسن. إذا عندي crowding dentition الحل هو closing space، إذا عندي spacing dentition هو opening the space. صارت واضحة؟ زين. color and form of adjacent teeth، يعني لازم أني أشوف الكناني اللي راح تلعب بالشكل مالته، لونه، هيئته، أقدر أتلعب بي؟ إذا أقدر أتلعب بي good form أسوي closing space وأحوره. لا، إذا ما أقدر أتلعب بي، لا والله أبقي الكناني بمكانه وأفتح الفراغ وأخلي lateral artificial، أحسن من أخلي لي أغلي كناين بالمكان مالته. إذا good form and good color of the tooth أسوي closing space. إذا عندي يعني dark color or pointed canine or unfavorable shape، شو أسوي له؟ أسوي له opening space. زين، inclination of the teeth، شوفوا كل ما يكون التيث ميجيالي، يعني الميجيالي inclined، أريد أسوي ودي distally، يفضل انه افتح الفراغ. يعني اذا كل ما يكون التيث ميجر انكلايند او ديستالي، يفضل انه اسوي له اوبننج سبيس، لكن كل ما يكون ديستالي يفضل انه اسوي كلوزنج سبيس. قاعده يعني easier to open to close space it easier to retract the canine medially، يعني على مود احرك الكناين ميجيالي، يعني اذا كان هو ديستالي انكلايند واريد احركه ميجيالي، عملية opening the space أسهل. تمام؟ inclined medially
It is very easy to retract a medially inclined canine. يعني medially inclined canine. إذا كان الكناين inclined medially راح أوديه distally. يعني يروح distally أسهل مما أوديه medially. تفهمون شلون كلام؟ فإذا كل ما يكون عندي الكناين inclined medially رايح medially عملية إنه يروح ديستالي أسهل لأنه راح يروح يقعد بمكانه. يعني إذا كل ما يكون كناين ميجالي إنكلاين من حيروح ديستالي راح للبوستيريار يجي يقعد بالسلوب يكون أسهل. فشا سوي يفتح الفراغ لللاترال الحال أفضل. لكن كل ما يكون الكناين ديستالي إنكلاين إنه يروح ميجالي يروح موقع مو موقعه يكون أصعب. بتفهمون شون؟ فعملية كلوزينج سبيس يكون أفضل. تفهمون شلون؟ إذن if the lateral is not العفو من يكون عندي الكناين inclined medially opening the space is favorable. لكن إذا distally inclined is more readily protract to close the space. يعني أكثر شيء إنه إذا كان distally ريح إنه أسوي أحرك الكناين أجيب الانتيريوري وسد الفراغ مالتي أفضل. صارت واضحة؟ إذن inclination of the adjacent teeth يعني خاصة للكناين. إحنا قاعد نحكي أكثر حالة في حال عندي congenital missing lateral. إذا كان الكناين medially inclined رايح medially سهل أودي distally وأفتح الفراغ مال lateral. لكن إذا هو رايح distally وأريد أجيبه medially أسهل إنه أجيبه medially وأحور من شكله وأسويه lateral. لأنه إذا وديته medially إذا هو medially inclined راح أوديه العفو distally راح يجي يقعد بالسلوت مالته بين البريمولرز ينطيني stability occlusion. فأحتاج أسوي شنو؟ opening the space. لكن إذا أجيب medially تفهمون شلون؟ يعني هو أصلا distally inclined. فالحال مالته شنو لازم أجيبه medially أجيبه لي قدام. من أجيبه لي قدام شنو المفروض تصير؟ من أجيبه لي قدام الفراغ ينسد فيسوي closing the space أفضل وأحور شكله إلى lateral أحصل على نتيجة أفضل. صارت واضحة؟ buccal segment كل ما يكون buccal segment عندي normal يفضل إنه أسوي closing. يعني إذا كانت class 1 more relationship يعني posterior normal الكلوزينج سبيس ما تلعب يعني بالانتيرير سيجمنت ابقي على وضعيته اخليه بروستيسيس افضل. لكن من ما يكون البوستيرير سيجمنت يعني انا مو معناها عندي البوستيرير نورمال وعندي سبيس بالانتيرير احرك البوستيرير واخربطها احولها كلاس 2 لا. فلازم شنو اسوي اوبننج سبيس ابقي السبيس واخلي بروستيسيس. لكن كلوزينج سبيس اذا كان كلاس 2 اور كلاس 3 لا والله افضل انه انا هي مخربطه احرك الاسنان وسد الفراغ افضل مما اسوي اوبننج سبيس واخلي البروستيسيس. تمام؟ اذا البوكال سيجمنت اذا كان كلاس 1 اوبننج سبيس اعوف الفراغ اجمعها واسوي اوبننج سبيس. لكن اذا كان مو كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 بالعكس احرك الاسنان وسد الفراغ اسوي كلوزنج سبيس. بيشنت كوبريشن اكو بيشنت ترى عملية الاوبننج سبيس انه افتح فراغ واخلي بروسيسز واخلي ريتينشن بيريد وبعدين اسوي بروسيسز اتوقع انه العلاج مالته راح يكون اطول. فاكو بيشنت ما يتحمل طول هذا العلاج وخاصة اذا الاستيك مالته مخربطه الانسايزرات السنترات كلها متخربطه. فاتوقع انه هذا الحل ما يفضله يقول لا والله سدول الفراغ احسن. اذا البيشنت الكوبراتيف واللي اكسبت البروستيك ريبليسمنت ولونج بيريد اوف تايم اسوي له اوبننج سبيس. بس البيشنت اللي ما يريد بروستيسيس اصلا اكو ناس ما تتقبل بروستيسيس يقول ما عندي بروستيسيس اصلا ما دخل لي اي ابلاينس ولا اي دينتشر ولا اي ريموفبل ولا اي فيكس دينتشر. فذاك الوقت شو يكون البيشنت هذاك الوقت يفضل انه اسوي له كلوزنج سبيس. والنقطة الأخيرة هي retention period. retention period يعني يحتاج long period of treatment. long period of treatment في حالة ال opening space. ال patient ما يتحمله ما سويله. سويله closing space. هي شوية تخربط بس دققوا وياها اقروها أكثر من مرة صدقوني راح تسيطرون عليها. كل السهلة. إذن skeletal relationship. إذا patient class 2 شو سويله class 2 أسد الفراغات مالته. closing space. إذا class 3 شو اسوي له؟ افتح الفراغ بالعكس يفيدني. تمام؟ اذا عندي كراودينج بالعكس شو اسوي؟ اسد الفراغ يعني استغل الفراغ اللي عندي
اعدل الكراودنج مالتي، فاذا نسوي كلوزنج اوف سبيس. اذا عندي سبيسنج كونديشن لا والله الم الفراغات واخلي بروسيسز، لذلك العلاج المناسب لصحه السبيسنج هو اوبننج ذا سبيس. color and form of adjacent teeth، اذا عندي good form and color of the canine، الكنان normal شكله حلو شكله، لا والله اسوي closing space واقدر احوله الى lateral. اذا لا شكله مو زين او لونه مو تمام، لا والله ابقي الكنان بموقعه وافتح الفراغ واخليه lateral artificial. تمام، inclination of the adjacent teeth، ارجع اقول الكنان خاصه اذا الكنان distally inclined رايح distally، تمام، افضل انه اجيبه ميجيالي اقعده واحور الشكل مالته، لكن اذا هو ميجيالي طالع بالعكس ارجعه ديستالي على مود يقعد بالسلوت مالته بين الانسايزرز، تمام، واحافظ على الفراغ مال الانسايزر لاترال انسايزر واخلي بروسيسز افضل. تمام، بالبوكال سيجمنت واضحه، اذا عندي نورمال كلاس 1 البوستيرير نورمال، لا ما اتلاعب مو اسد الفراغات، لا ابقي الفراغ واخلي بروسيسز. لكن اذا عندي مو كلاس 1 البوستيرير اما كلاس 2 كلاس 3 مخربطه، هي البوستيرير اصلا مخربطه وضعيتها، لا احرك الاسنان واسوي كلوزنج سبيس. البيشنت كوبراتيف ويريد بروستيسز اسوي له اوبننج سبيس، ان كوبراتيف وما يتحمل وما يريد بروستيسز اسوي له كلوزنج سبيس، فضت وراحت. هاي مختصر مفيد، ان شاء الله تكون واضحه. اخر موضوع اللي هو الميديان دايستما، الميديان دايستما معروفه احنا ماخذين صورها ونعرف وضعيتها، هي فراغ موجوده بين تو سنترال انسايزر، هي ديفلوبمنتال تشينج في مرحله الاغلي دارلي ستيج، خلوها هي مو ديزيز، يعني اعمار اللي تكون عمرهم 9 سنوات، تمام، 8 سنوات ما احتاج اعالج الميديان دايستما مالتهم. ليش؟ انه هي نورمال تشينج الى ان تطلع الكنان وتسد الفراغات. لكن لو تشوفون هاي الصوره، باعوا هاي الصوره، عندي ميديان دايستما اكثر من 3 مليم، تقريبا 3 مليم ونص الى 4 مليمات between two central incisors، بحيث عندي critical space for the lateral، وهي مرحله الارلي دوغلي ستيج. هل المفروض هنا اعالجه الكنان؟ هذا الكيس اعالجه. ليش؟ انه هو هذا البيشنت هو ثم سكينج، يعني جاي يسوي ثم سكينج، جاي يمص اصبعه، فجيت لمصه الاصبع الاسنان تقدمت لي قدام والسنترالات انفتحت صارت مفلطحة، شوفون صار عندي فراغ كبير بيناتهم، أثر لي على البوزيشن أوف ذا لاترس، اللاتر اللي يطلع ما يقدر يطلع، راح أضطر إنه مباع الصورة وراها ألبس له أبلاينس، هذا هابت بريكر، يشوفون هذا الهابت بريكر with two brackets على two central وفراغ، وأربطهم بالباور تشين أسد الفراغ شوية مو كله شوية، بحيث يصير عندي مجال يطلع عندي lateral incisor. وبهذه الطريقة انه اضطريت انه اسد الميديان دايسما الموجودة في مرحلة الديفلوبمنتال تشينج، حالة نادرة. عادة خلوها ببالكم بالارلي دوغلي ستيج ما ممكن اسد الميديان دايسما الا حالة نادرة. الحالة النادرة شنو؟ انه السبيس كبير بين تو سنترال انسايزر والفراغ الموجود مال اللاترال قليل، خلوها ببالكم الفراغ الموجود مال اللاترال قليل، not available space for lateral، راح اضطر وما سدها كليا، جزئيا، بحيث يوفر فراغ يساعدني على ظهور اللاترال. بهاي الصورة اللي وراها شلون حلو؟ طلعت اللاترات اثنيناتهم والفراغ انسد تدريجيا بطريقة كلش ممتازة. ترى هنا اكو باور تشين، هنا الاستيك يسد الفراغ، بس هنا ماكو باور تشين، هنا ليجيشن، يعني هنا احنا بعد ما سدينا الفراغ انسد بظهور التو لاترالز فروم بوث سايد. تمام؟ صارت واضحة؟ زين. وسبب هذا الفراغ الكلش كبير هو الثم سكينج، بحيث الاسنان تقدمت كلش برزت وصارت فراغ بين تو سنترال انسايزر، لهذا خلينا هذا الهابت بريكر على نقطع الكوزيتيف فاكتور. لكن اذا طلعت الكناينات واستمر عندي ميديان دايستما فور ايفر ذا كوزيتيف فاكتور، لازم اسد الفراغ واحل هاي المشكله. ممكن احلها اسد الفراغ، شوف هذا اسد الفراغ، ورا ما اسد الفراغ ممكن اسوي كونسرفاتيف تريتمنت، اكبر اللاترالات او اخلي له بيرمننت ريتينر. ترى الميديان دايستما الريلابس مالتها كلش عالي ويرجع بكل سهوله. احد اسباب الميديان دايستما اللي نقدر نعرفها عن طريق البلانشينج تكنيك اللي شرحناها بالدايجنوسيس، انه يكون عندي هاي فرينال اتاتشمنت. السؤال اللي ممكن يسال، هذا الفرينال اتاتشمنت اسوي يمتى؟ لازم اقص الفرينه، مسوي فرينكتومي صح؟ يمتى اقص الفرينه مالتنا؟ انا اقول لكم during before and after treatment. الحل رجاءً رجاءً لا تصيرون
يعني أبطال السيرجري، لأن أغلبيتكم يحبون السيرجري، تقومون تقصون الفرينام قبل ما نبلش التريتمنت. لا، لازم نخلي فيكس أبلاينس كلوزنج للسبيس وبعدين أسوي فرينكتومي، إلا اللهم يكون عندي ثيك فرينام، ثك فرينام وكلش قوي، بحد ايش قد ما احاول اسد الفراغ ما يسد، هذاك الوقت ممكن يبقى لي فد مليمين فراغ بين الاسنان، اسوي الفرينكتومي واكمل سد الفراغ. وارجع واقول الريلابس عالي، لانه يصير عندي سكار تشو، فايبرس تشو، بحد يفتح الفراغ اللي يصير بين تو سنترال انسايزر، لهذا يحتاج الى البيرمننت ريتينر على مود احافظ على النتيجه اللي وصلتها. ان شاء الله ما طولت عليكم، وإن شاء الله تكون سهلة. مادة صح شوية مكثفة، بس هي بسيطة وصور يعني أكثرها الصور، واحتاج بس تفتهمون الباوربوينت وتنتبهون عليها، لو حتى لو كل يوم تقعد لكم ربع ساعة على الباوربوينت تحقون تفتهمون المادة كلها. وأي سؤال أنا بالخدمة. راح يجي الكويز، راح أعطيكم الأسئلة، الحد الأقصى قلت لكم إلى يوم الخميس القادم. وكل عام أنتم بخير، أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله أكون داعمة لكم، وأي سؤال تحتاجون أنا بالخدمة. وشكرا جزيلا.